مساء الخير واهلا بيكم. حلقه جديده من بوكس تو بوكس. لو انت نازل انتخابات مثلا في الحي، او نازل انتخابات مثلا في المدرسه، او نازل انتخابات مثلا في مركز شباب، او انتخابات يا عم البرلمان، يلا خلينا نشطح ونقوى. لو نازل انتخابات في النقابه، لو نازل انتخابات في جمعيه، لو نازل انتخابات في البيت، يمكن حبيت تشوف مثلا مين يدير البيت، فكنت راجل اب ديمقراطي وقلت لما انزل انتخابات اول حاجه هتعملها ايه؟ اول حاجه انا اول ما خلاص فتح باب الترشيح واقول ان محمد شبانه قرر ان هو يخوض انتخابات البيت قدام زوجته، الناخبين هم العيال الولاد، يعني اول حاجه هعملها ايه؟ هروح اقعد معاهم، انا هزود لكم المصروف، انا هعمل لكم كذا، انا هجيب لكم كل يوم شوكولاته، احنا هناكل من بره مرتين في الاسبوع بدل مره، احنا هنجيب هنروح المصيف بدل ما نروح اسبوع يبقى اسبوعين، هعمل برنامج مش كده برضو، هعمل لهم اغراءات وادوهم وعود وان شاء الله هنفذها عشان يدوني صوتهم لما تفتح الصندوق اكسب طموح مشروع مش كده برضو. طيب هل ينفع انتخابات بدون دعاية؟ يعني أنا النهاردة أنا بس عايز الأول أزف بشرة لكل الجمهور والمتابع أن نادي الزمالك أخيرا، يعني عارف أنت ما بتخلع، عارف دكتور السنان لما بيقف كده وأنت نايم على الشيزلونج ومسك البتاع وعمال يحفر يحفر بيطلع الدرس بالجدر، انتخابات الزمالك كده بتتعمل درس بيطلع من الجدر عشان تتعمل، وهو مش عايز اقعد اعيد وازيد يعني. انما ينفع النهارده الزمالك، البشره الاول عايز اقولها ان الزمالك اعلن اخيرا انه هيعمل الانتخابات اخيرا. صحيح هيفتح باب الترشيح مش عارف يوم 21 ولا كان بعد 10 12 يوم، وصحيح ام ناطر الانتخابات لفبراير، ما تعرف كل يوم بيتاخر، انا ما اعرفش ليه باب الترشيح ما تفتحش مثلا يوم السبت، برضو مش عارف ايه الفلسفه، يعني ليه مش الاثنين، ليه مش الحد، مش عارف ايه الفلسفه. انما ماشي، او تقوم منطوره الانتخابات لفبراير، وكل دي ايام ايه بتزود في عمر المجلس ده، ومبسوط اللجنه اللي بتدير دي مبسوطين يعني، يعني بدل ما كانت الانتخابات تتعمل في يناير ويمشوا هم زودوا شهر وماله، ما عندناش مشكله ينبسطوا مفيش مشكله يعني. لكن ينفع يقول لك وقرر المجلس ان مفيش دعايه للمرشحين؟ يعني النهارده اللي ينزل انتخابات نادي الزمالك يجمع اعضاء النادي على القهوه بره، ولا ياخدهم نادي الترسانه، ولا يروح للاسماعيلي على اعتبار ان هم اولاد عم يقعد مع الاعضاء هناك؟ انا عايز انزل الانتخابات واقول للناس هعمل لكم هطور لكم حمام السباحه، هعمل مدارس جديده في الهاندبول، انا نويت ان انا اعمل اشتغل ما اعرفش فين فرع 6 اكتوبر، هعمل بقول قصه فرع 6 اكتوبر هقول لكم عليها برضه دلوقتي. انا انما دي احداث الحقيقه، هو الزمالك في ميزه مع الناس اللي بتدير دي طول الوقت، يعني الناس دي طول ما موجود عندهم ميزه والله، بينفردوا بافكار وقرارات ومواضيع خارج الاطار، مش هقول القانوني لانه الاطار القانوني مش شاغلهم، والوزاره مساعده يعني، سيبك انا بقتش يعني موضوع الاطار القانوني ده ما بقاش هو اللي بيشغلني يعني، لكن اطار العقل والمنطق. طب الناس نفسها اللي بتدير دي لما حد فيهم ينزل بس هو اللي من حقه يخش يعمل دعايه في النادي؟ يعني انا ما اعرفش اطبع ورقه اديها للعضو وقاعد على الترابيزه كده في النادي اقول له انا اسمي كذا، السي في بتاعي كذا، بشتغل كذا، اعرف اعمل كذا، لو سمحت اديني صوتك بكل ادب، زي كل الانديه في العالم مش في مصر، ومش هقول الاهلي، مش هقول الاسماعيلي، مش هقول المصري، مش هقول الاتحاد، اي نادي، ديكيرنس، شربين، نبروه، الشرقيه، المانيا، اسوان، اي نادي في الدنيا، ابسط حقوق المرشح انه يلتقي بالناخب يتكلم معاه، وهي دي الديمقراطيه وهي دي اللوائح. وبعدين اللي عايز اسال فيه برضه، هل الانتخابات دي بتتعمل على اللائحه الاسترشاديه ولا على لائحه النادي؟ مش هي المفترض بتتعمل على اللائحه الاسترشاديه يا سياده الوزير؟ والله الوزير بقى مظلوم معايا، لان انا بقيت ايه طول ما انا بتكلم بانتقد التصرفات بوجه ليه هو اللوم، لان هو اللي بيدير،
وهو اللي مفترض يبقى حاسم في الحاجات دي، ويطلع بيان من الوزاره يقول انتخابات الزمالك على لائحه الاسترشاديه. يعني ايه على لائحه الاسترشاديه؟ يعني هتتعمل على يوم، يعني الناس من حقها ان هي تقدم الدعايه الانتخابيه بتاعتها كده. لكن على طول ضرب باللوائح، ضرب الحائط، ضرب 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 ضرب. وبرضه النهارده يتقال، انا بعلق على البيان اللي صدر والتصريحات الرسميه، مش بألف يعني، وبعيد عن مين بيدير زيد عبيد، انا بتكلم على الـ 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 اللي اعلن من اللجنه اللي بتدير. هل ده يجوز؟ ينفع؟ ما ينفعش. عشان كده في ناس كتير احتجت على فكره ان الناس دي هي اللي تدير الانتخابات، ان كان الناس دي بتفتح باب الترشيح، دخلت في خصومه مع المرشحين كلهم غيرهم. يعني قول الناس دي 6 7 8 9 10 زي ما يكونوا، منهم 4 5 هينزلوا، 6 كلهم هينزلوا، فبقى هم بيدوا لنفسهم مميزات ما بيدوهاش للناس المرشحه التانية اللي ممكن يبقوا 50 60 70 80 30 20 زي ما يكون ان شاء الله واحد. علشان كده بقى الموضوع في صدام مع المرشحين مع فتح باب الترشيح اصلا، مش مع فتح باب الترشيح، من النهارده من ساعه من وقت الاعلان عن فتح باب الترشيح هم مصرين يخشوا في صدام، مش بس مع المرشحين، كمان مع اللوائح، وكمان مع الوزاره، وما كمان مع كل الناس. ودايما بقول انا كده، ان اصبح القانون واللائحه بهذا الضعف اللي يعمل يعمل. يعني ما انا مش هقول يعني، بالعكس انا لو مكانهم هعمل اكتر من كده، طالما حدش بيسال وطالما حدش بيعمل. ده كان سبب ان تتقدم مذكره رسمي للسيد وزير الشباب والرياضه من الاستاذ ممدوح عباس، وهو رئيس النادي الاسبق، بيطالب بتعيين لجنه محايده لاداره هذه الانتخابات، مع الوضع في الاعتبار حاجه ان ممدوح عباس نفسه مش نازل الانتخابات، لكن هو بيقول لو سمحتوا، ومفند دي مذكره من 8 ورقات، ومفند انا يعني دي بدايتها اهو، السيد الاستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضه قدامنا اهي على الشاشه، مقدمه لسيادتكم ممدوح محمد فتحي عباس رئيس مجلس اداره نادي الزمالك للالعاب الرياضيه الاسبق وعضو عامل بالنادي محله كذا، بشأن تشكيل لجنة محايدة لإدارة الانتخابات. والراجل في المذكرة بتاعته مفند باقي الأسباب تك تك تك. خلوني بس قبل ما أتكلم عن المذكرة أخد على التليفون الدكتور كمال شعيب المحامي الخاص بالدكتور بالسيد ممدوح عباس، واللي تقدم من الناحية القانونية بهذه المذكرة للوزارة، يطلعنا إيه الداعي اللي يخلي ممدوح عباس يقدم مذكرة، إيه هو السبب يعني من وجهة نظره، وإيه اللي جوه المذكرة دي اللي تم تقديمها بالفعل لوزير الشباب والرياضه، وهل هتعمل بيها ولا لا. دكتور كمال مساء الفل. مساء الفل يا كابتن، ازاي حضرتك؟ كله تمام حبيبي، ربنا يبارك في حضرتك. الاول يعني هسيبك من الناحيه القانونيه، لان انا بقيت شغله ناس كتير، يعني انا بقيت شايف كده يعني، وده للاسف يعني مفترض ان القانون واللوائح دي فوق قامه اي حد، يعني مفيش حد فوق القانون واللوائح، مش يعني علشان خاطر هو مترفع ان يخلي القانون يشتغل، لان القانون ده هو اللي بيسير شؤون الحياه للبشر، فالمفترض القوانين واللوائح تحترم عشان يبقى في عداله بين الكل. لكن انا هسالك على رايك ايه، ان حد ينزل انتخابات ما يعرفش يخش النادي يعمل دعايه لنفسه، يعني مش فاهمها دي من ناحيه قانونيه يعني. والله يا كابتن زي ما حضرتك قلت، الناس دي جاية تكرس مبدأ عدم احترام القانون. يعني فكرة ان القانون او اللوائح ان المفروض ده اللي يسود، لا احنا جايين نعمل فكرة تاني خالص. هو تأكيد عدم احترام الفكرة دي تماما. ما حدش يسأل على قانون او على لائحة او قرارات يجب انها تطبق اطلاقا. فانت بقى جاي تقول لي ان ممنوع حد يعمل دعاية انتخابية، ايه ده؟ دي جديدة دي. يعني في أي أصل، هي ليها أصل. إيه هي الأصل؟ إن هو عايز، إن الناس دي عايزة تطبق اللائحة اللي ملغية بأي شكل من الأشكال. لأن اللائحة كان فيها بنود كتير غير قانونية أصلاً. طبعاً هي اتلغت ليه؟ لأن كلها بنودها غير قانونية. هو عايز أي بند غير قانوني، عارف، بأي شكل من الأشكال مصر على تطبيقه. تمام. فهي في المجمل فكرة تكريس عدم احترام القانون. أنا مفيش حد، مفيش قانون يجب إن أنا أحترمه، ولا لائحة ولا ضمانات لأي حاجة.
طيب دكتور كمال انت تقدمت بمذكره للسيد وزير الشباب والرياضه باسم السيد ممدوح عباس، بتطالب فيه بتشكيل لجنه محايده لاداره الانتخابات، صح كده؟ صحيح يا كابتن. هي معانا على الشاشه، هي هتبقى معانا على الشاشه دلوقتي واحنا بنتكلم. قول لحضرتك الداعي لتقديم هذه المذكره وجواها ايه، فحواها ايه يعني؟ يا كابتن احنا حضرتك متابع يوميا من يوم 22/11 للاسف هذا التاريخ، يعني مش عايز اقول المشؤوم على نادي الزمالك، ان من اليوم ده تم تشكيل مجلس الاداره اللي انتهت ولايته، جايبه كلجنه تدير شؤون النادي، وده امر مخالف قانونا ومخالف لحاجه بسيطه جدا يا كابتن. حضرتك تفتكر ان السنه اللي فاتت معالي السيد الوزير اصدر قرار من حاجتين، احاله المجلس للنيابه بالتقارير اللي الاجهزه الرقابيه عدتها، وبند تاني وقف واستبعاد المجلس. طيب لو يعني للاسف احنا لسه بنتكلم ان الناس اللي موجوده بتكرس لعدم احترام القانون، تمام. بس احنا مش هنقول كده، احنا ناس بنحترم القانون، تمام. طيب ففكره ان في حكم صدر باعاده المجلس على راسنا، تمام، ويجب نحترمه على الرغم ان في اشكالات، بس ماشي، بس المجلس ده ينتهي في 23/11، تمام. طيب هو الحكم اللي صدر، وانا اسف دي نقطه قانونيه مش هطول فيها، تمام. الحكم اللي صدر زي ما قلت قرار الوزير صدر بأمرين، إحالة المجلس والتقارير للنيابة العامة، تمام. البند الثاني وقف واستبعاد المجلس، تمام. طيب الحكم عمل ايه؟ لغى البند الثاني بس، يعني لغى بند الوقف والاستبعاد، انما وكان له مبرر برضه في الحكم ان سنه كانت فتره كافيه ان النيابه تقول الناس دي مدانه ولا لا، دي وجهه نظر القضاء يعني، لكن لم يبرئ حد. بالظبط، ودي نقطة لازم الجميع تبقى واضحة، ان الحكم لم يتطرق اطلاقا ان الناس دي مدانة من عدمه خالص، تمام. عشان الكلام اللي بيتقال ان الحكم برأنا اطلاقا، النيابة بتتحقق لان الجرائم والمخالفات لم تحدث في اي نادي من قبل، تمام. حضرتك عارف يا كابتن حجم المخالفات اللي في التقارير تتجاوز الخمسة مليار، ما تقرب 5 مليار جنيه، ما يزيد عن 50 مخالفة، وده السبب ان النيابة شغالة. فانا عايز ارجع تاني للحكم، الحكم تمام. ايه؟ لغى بند الوقف والاستبعاد، تمام. طيب انت دلوقتي يا وزارة عايزة تنفذ الحكم، والحكم قايل ينفذ لحين انتهاء مدة المجلس، تمام. طب انت رجعت المجلس ليوم 23/11، ازاي انت تجيب بالمجلس ده اللي انت قرارك سارب احالته للنيابة بالمخالفات المرتكبه تجيبه كلجنه؟ اي منطق على وجه الارض يقول كده؟ انت قصدك ان انت اذا كنت مضطر، لان ده حكم، تنفذ أيوة. الحكم، فانت نفذته، لكن لما صح. تيجي تحط لجنه تدير النادي لغايه موعد الانتخابات، مش معقول تحط نفس الناس اللي انت اتهمتها اساسا وادنتها في تقارير طالعه من جوه الوزاره وراحت النيابه، قصدك كده يعني؟ ده السبب الاول والرئيسي في المذكره اللي احنا قلناها، تمام. الحاجه الثانيه، انت عندك تقارير مرفوعه اليك للوزاره بتقول ان المجلس ده في عهده ارتكب مخالفات تتجاوز ال 50 مخالفه ب 4 5 مليار جنيه، تمام. طب في اي حاجه تستدعي او في القانون تقول ان اجيب نفس الناس تدير تاني فتره انتقاليه؟ اطلاقا مفيش. فبالتالي ده قرار للاسف جنبه الصواب، قرار غير صحيح. حاجه تانية يا استاذنا وحضرتك يعني ادرى مني بده، هو ينفع انا اجيب لجنه كلها نازله انتخابات عشان تدير الانتخابات لصالحها؟ طب انت لما تجيب لجنه يقدموا استقالتهم، مظبوط. هو نفسه كان عامل كده مع الكابتن حسين لبيب، واعلن ان اللي هياخد فيكم الانتخابات يتقدم باستقالته، وقالوا كده ساعتها يعني. طب ده من باب اولى، وان اللجنه اللي اعضائها دول محالين للنيابه انه ما يكونوش موجودين من الاساس. الحاجه الثانيه، احنا عندنا واللائحه دي هي ايه اللائحه المطبقه يا كابتن محمد؟ المفروض اللائحه الاسترشاديه حاليا، اللائحه الاسترشاديه للاسف يعني في اقوال كاذبه ومفبركه كتير جدا، ان في حكم صادر محكمه القضاء الاداري وفي حكم صادر مركز التسويه والتحكيم عكس بعض، ده كلام قولا واحدا كاذب، مفيش اي حكم
صدر محكمة القضاء الإداري يؤيد اللائحة، بل العكس، المحكمة الإدارية العليا رفضت اعتماد اللائحة، محكمة القضاء الإداري رفضت اعتماد اللائحة، مركز التسوية والتحكيم لغى اللائحة. أنا آسف، معلش خليني أكمل النقطة دي. تمام. محكمة الاستئنافية في مركز التسوية والتحكيم لغت اللائحة، مش كده وبس، تم رفع دعوى بطلان على حكم التحكيم، تم رفضها، مش كده وبس، ده الناس دي راحت رفعت دعوى من اسبوعين عشان تبطل الحكم اللي احنا واخدينه، تم رفضها، واتقال ان اللائحه انا اول مره اسمع الساريه، الكلام ده. اللائحه الساريه، اللائحه الاسترشاديه. هو للاسف الناس بتكذب، بتقول كلام غير صحيح وكلام كاذب. الاغرب من ده كله مش ان حد يقول كلام كاذب يا كابتن، وانا اسف ان بقول الكلام زي ده، ان الوزاره تمشي ورا الكلام ده ويقال انها بعتت للفتوى والتشريع تسالها انهي لائحه هتطبق. نشغلها. ده كلام والله عيب، انه يعني يتم مع كيان عظيم زي نادي الزمالك يبقى عندي ما يزيد عن 6 أو 7 أحكام نهائيه واضحه وصريحه ان اللائحه المطبقه على نادي الزمالك هي اللائحه الاسترشاديه بس، مفيش لائحه تاني. ويقال ان احنا بن ب ب ب يعني بنشوف راي الفتوى والتشريع اني لائحه تطبق. طب لكن ال 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 التصرفات بتقول ان هو في الظاهر اللائحه الاسترشاديه، لكن في الباطن عايزين يطبقوا بنود اللائحه بتاعت الزمالك اللي اتلغت، اللي هي اللي هو ما فيش دعايه ولا حد، ان الانتخابات على 3 ايام ولا اعرفش ايه، انه ايه يعني كل دي حاجات في اللائحه اللي اترفضت. التخوف من ايه يا كابتن؟ التخوف ان تبقى متعمد انك تطبق امور مخالفه عشان تبطل الانتخابات تبقى باطله فتظل مستمر، او الدعوه تبقى باطله فتظل متواجد ومستمر. تمام يا تمام. كابتن حضرتك انا يعني لسه كنت بتتكلم في الكلام ده، لو حضرتك شفت كده قرار وزير الشباب والرياضه بعباره بحد اقصى 30 نوفمبر بالظبط، عباره ليها الفاظ قانونيه. طبعا حد اقصى دي يعني ايه؟ يبطل ما بعدها. مفيش، احنا كام النهارده؟ النهارده 9 ولا 9؟ وبعدين انا اسف حاجه تانية يا كابتن، كنت سامع حضرتك بتقول ان اخيرا تم الدعوه، بقى كيان نادي الزمالك العظيم ده، النادي العظيم الكبير ده، نعرف ان الدعوه تمت من فيديو متداول على اليوتيوب. هو ده قدر نادي الزمالك؟ ده يعني دي امور والله الواحد حزين وهو بيقولها. انا معاك يا دكتور كمال، لكن هل يعني حضرتك بما ان انت حضرتك المحامي اللي متقدم بهذه المذكره عن السيد ممدوح عباس، هل تم لقاء مع السيد الوزير؟ هل تم لقاء مع احد المسؤولين في الوزاره؟ شرحت من ناحيه قانونيه ما جاء بالمذكره؟ هل في بوادر للاستجابه؟ هل ما فيش استجابه؟ هل اتقدمت بس مجرد تقديم روتين، يعني خدها حد كده على سركي وحطها في الدرج او في البوسطه بتاعه الوزير؟ يعني التفاصيل كابتن حضرتك يعني. عارف من يوم 22/11 كم موظف وكم عضو تم ايقافه وفصله والتنكيل بيه؟ انا ليه بقول ده؟ بس انا مش ببعد عن الكلام اللي حضرتك بتقوله، انا بس ان الكلام ده كله واصل للوزاره، هو اشمعنى نادي الزمالك سايبينه كده؟ لا طب قول لي بس المعلومه دي، لان انت كل شويه تقول لي معلومه ما جديده. يزيد يا كابتن ما يزيد من ما يقرب من 120 موظف تم منعهم من الدخول وفصلهم، ومئات الاعضاء تم منعها من دخول النادي. ده يعني لما يبقى اعضاء كبيره والله تتجاوز ال 60 و70 سنه، والله انا يعني انا راجل زملكاوي، انما الناس دي عارف الزمالك ده بيجري في دمهم، لما يبقى ناس تكلمك مش عارفه تدخل النادي وتمنع من دخول النادي، ايه ده؟ يعني فين ده بيتم؟ ما الانتخابات كلها جرت في كل الانديه وجرت بشكل طبيعي وديمقراطي وما شفناش الزيطه دي، لكن برضه عايز ارجع لسؤالي، هل تم لقاء مع السيد الوزير؟ هل تم لقاء مع اي مسؤول في الوزاره؟ شرحت فيه الكلام ده ولا مجرد تقديم المذكره؟ احنا تقدمنا بالطلب امبارح، والنهارده عدنا تقديم الطلب مره اخرى ومنتظرين رد الوزاره. حضرتك بتقدمه فين بقى؟ في مكتب الوزير ولا؟ لا طبعا في مكتب الوزير ولمديريه الشباب والرياضه، بما انها هي المسؤوله عن نادي الزمالك.
ما هو تمام نادي الزمالك ده امواله اموال عامه، يعني ما ده حاجه تبع الدوله، تمام 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 مش ملوش اهل يسالوا عليه. تمام طب حضرتك شرحت لي دلوقتي الاسباب اللي حطيتها اللي قدمت المذكره علشانها، لكن ايه تمام ابرز نقطه في المذكره دي؟ اصل انا شايف 8 ورقات، يا انت كابتن احنا حاطط فيها عندنا يعني ملخص للمخالفات مثلا؟ فيها ملخص للمخالفات تأكيدا على ان المجلس ده ما ينفعش يجي لجنة. الحاجة التانية في قرار معارض من نفس الوزارة بحالة المجلس للنيابة، يعني ازاي انت تحيل مجلس للنيابة وتتهمه بارتكاب مخالفات وازاي تجيبه تعينه تاني؟ انت بتكافئه؟ يعني انت بتقول انت راجل ارتكبت مخالفات، بلاش ارتكبت، انا بشتبه ان انت ارتكبت، تمام وفي نفس الوقت بقى بكافئه واجيبه اعينه تاني لجنة. فطبعا الحاجة التانية، احنا دلوقتي في لائحة استرشادية، وفقا للائحة الاسترشادية اللجنة اللي تدير النادي هي لجنة مشكلة من المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي ومدير المالي، مش لجنة يعني الوزير او الوزارة مش تشكل لجنة كيفما تشاء، في قانون وفي لائحة لازم نرجع لها. وكل ده مش حاصل يعني مش حاصل للأسف يا كابتن، للأسف. ومش عارف ليه مش حاصل في نادي الزمالك. تمام دكتور كمال، أنا بشكر حضرتك جدا على هذا التوضيح، وفي انتظار في حالة اتخاذ أي إجراء حتى لو سلبا يعني يا ريت نتواصل مع بعض. إن شاء الله يا كابتن، شكرا بشكرك لحضرتك. شكرا جزيلا دكتور كمال شعيب، كان مهم جدا نسمع التوضيح وليه اتقدمت المذكره، ومن خلاص مش يعني انت سمعت التفاصيل من الدكتور كمال وتناقشنا فيها. المذكره دي من 8 ورقات مليئه بالمخالفات، يعني لو انا قعدت اراك المخالفات اللي في المذكره ده جزء من المخالفات مش هتصدقه. انا مش هتكلم فيه عشان ما يتقالش يعني وكأن احنا ايه عايزين نقول للناس الناس دي وحشه، فالناس دي احنا كارهينها جدا، فالناس دي لا مش عايز اعمل كده خالص يعني، انما انا عايز اقول الناس دي احلى ناس في العالم، الناس دي اشطر ناس في العالم، الناس دي ابرأ من البراء اللي في البرائين كلها، لكن برضو الناس دي بتخالف، برضو الناس دي بتعاند القانون، برضو الناس دي بتعاند اللوائح. هو ده القصد، احنا نادي الزمالك زي اي نادي، مفترض نادي زي قيمة عظيمة جدا الهدف منه الوصول للاستقرار. طب لو انت عايز تعمل انتخابات بمخالفات ادارية معينة، يعني اي حد يطعن الصبح طار المجلس تاني وتخش في دوامه جديده، عشان اللي يسقط يروح يرفع قضيه يبطل الانتخابات، فيبقى في انتخابات تاني وتالت ورابع وعشرين وخمسين، ويفضل الزمالك ايه في الدوامه بتاعت حوريني يا طيطه. انا بس كنت بتكلم معاكم من شويه بقول لكم لما جت سيره الفرع بتاع 6 اكتوبر هوريكم حاجه والله لفتت نظري. ثلاث اسطر بيقول لك ان النادي، ليه بقول كده؟ الارض بتاعت 6 اكتوبر اللي هي بتاعت فرع النادي الزمالك اتسحبت مظبوط، ورجعت بقرار وتوصية مباشرة من السيد رئيس الجمهورية. يعني بصوا يعني لانه خلاص الارض اتسحبت، لان الزمالك ما بيسددش خالص عليها فلوس، ما بيسددش، والزمالك في دولة قانون، يعني الدولة مش هتعمل زي وزارة الشباب ان القانون واللوائح معلش يركنوا على جنب، لا الدوله بتنفذ القانون زي ما بتنفذه عليا انا كشبانه وعلى حضرتك وعلى المخالف انه باني على ارض زراعيه، وعلى المخالف اللي هو سرق تيار كهرباء، وعلى المخالف اللي هو ماشي من غير رخصه، وعلى المخالف اللي هو باني دورين زياده، وعلى المخالف. مش بيطبق القانون ولا في حد فوقيه؟ بيطبق على اي حد، اهلي زمالك اسماعيلي ما فيش اسم، يعني انت بتطبق القانون ما بتبصش بتطبقه على مين؟ شبانه؟ اه والله ده شبانه ده غلبان اديله بالقانون. حسين؟ لا حسين ده كويس، ده حسين ده يا عم جامد جدا اركن القانون. لا الدوله ما بتعملش كده، سحبت الارض. والقيمه نادي الزمالك ومكانه نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك وجماهيريه نادي الزمالك وكبرياء نادي الزمالك، السيد رئيس الجمهوريه بنفسه تدخل وعدت الارض ومنح النادي سنتين كمان علشان يبتدي ياخد اجراءاته، سواء في تسديد الاقساط سواء في بدايه البناء والكلام ده والتراخيص وكل الكلام ده. كل الكلام ده عارفينه مش جديد يعني، لكن اللي انا اتفاجئت بيه وانا بفر كده في شويه حاجات، ان المجلس اللي هو جمد اللي هو بقى لجنه دلوقتي لامم للنادي ده من الاعضاء كان بقى 36 مليون و160 جنيه و307 قرش، يعني شفت الدقة؟ 307 قرش.
ده في الثلاث سنين 2017 العام المالي 2017 لموا مع ده غير اشتراكات النادي، يعني انت بتروح تعمل اشتراك في النادي مثلا بتدفع 1000 جنيه في السنه مثلا، يعني 1200 800 900 2000 زي ما يكون، بتلاقي ضايف عليه 500 600 700 1000 لفرع 6 اكتوبر. اتلم في 2017 11 مليون 393، اتلم في 2018 19 العام المالي 11 مليون 651، فوق 11 مليون 393، تحت 11 مليون 651، العام المالي 19 20 13 مليون 115، الاجمالي 36 مليون 160 307 قرش 160,307 جنيه، انا اسف مش قرش، 36 مليون 160,307 قرش. مدير الاشتراكات السيده سهير الشاعر، دي مديره اشتراكات نادي الزمالك، وده ختم نادي الزمالك، وده بيان قدم عادي في السنه الماليه، في نهايه السنه الماليه بتقدم الحاجات دي عادي رسمي اهو. طب ال 36 مليون راحوا فين؟ طب ده السؤال. ال 36 مليون جنيه اللي الاعضاء النهارده ما كنتش تقدر تجدد، يعني ما تقدرش تقول لا، هو كمايه عموميه بتتعمل ويحط فيها شويه بنود، الناس ممكن تبقى طيبه جت، ممكن تكون برضو فيها ارقام بتتزود، ما اعرفش، انا كان هعتبر حسن النيه ان الجمعيه العموميه بتتعمل عشان يحطوا فيها قرارات تحصنهم، والعضو يا عيني بيروح النادي في الجمعية العمومية لا بيقرا ولا بيعمل، وناس طيبين زي حالتنا كده ويقوم قايل لك خلاص اعتماد المطالب اللي موجوده في الجمعية اللي بتعرض على الجمعية العمومية اعتماد اوكي. فيجي العضو يدفع الاشتراك السنه ويقول لك لا مش هتجدد الكارنيه الا ما تدفع ايه جزء من المساهمه في الارض بتاعت 6 اكتوبر. طب انا يا فندم مش عايز ادفع. لا ده قرار جمعيه عموميه. خلاص يا فندم خد 600 جنيه فوق الاشتراك فعبء مالي على العضو. ماشي، بس العضو في الاخر وافق ليه؟ على امل بقى ان هو بعد سنه بعد اتنين بعد تلاته يبقى في فرع في 6 اكتوبر، هياخد العيال يروح هناك ساكن في الهرم فيقول لك اقرب لي 6 اكتوبر من ان انا انزل للمهندسين او بيت عقبه كده يعني. لكن حتى الان مفيش طوبه اتدقت. طب ال 36 ارنب دول راحوا فين؟ حد سال؟ حدش سال. انا بس بقول لكم الحاجات دي ليه؟ على فكره انا مش عايز افتح في نادي الزمالك خالص في القصص دي، يعني انا عندي 7000 ورقه يعني كل مخالفه بمرفقتها بتوقعات باختام بالايد بخط الايد بكل حاجه. حتى الان انا مش ما فتحتش ومش هفتح دلوقتي نهائي على امل حاجه واحده بس، اولا تقديرا للنيابه والقضاء اللي شغالين في هذا الملف حتى الان ولسه ما اعلنوش الكلمه الاخيره بتاعتهم وحقهم ياخدوا وقتهم. الحاجه الثانيه ان استقرار نادي الزمالك كقلعه وككيان برضو محطوط في الحسبان واحنا منتظرين، وبنطلبش يعني ايه المرجحه، يعني بنطلبش حد يجيب لنا المرجحه بقى ويدفع لنا، لا احنا بنطلب احترام القانون واللوائح وانه يطبق على الجميع. يا عم انزل انتخابات واكسب، مش هنزعل والله، اي حد ينزل انتخابات ويكسب يا فندم، من اول احمد عادل عبد الفتاح لغايه ما تطلع لمين، انزل انتخابات ويكسب وهنبقى مبسوطين مش هنتضايق، لان ما حدش عايز ينزعك على الكرسي اساسا، بس اكسب بعداله وادي المرشحين التانيين نفس العداله والجمال هو ما تصوت. والله تقول لك انت احسن واحد في العالم خلاص على دماغنا، هتقول لك والله يا فلان التاني افضل برضه على دماغنا، لان في الاخر الجمعيه العموميه هي اللي هتبقى مسؤوله عن انتخاب المجلس الجديد. انا حبيت بس ابدا معاكم بالقصه دي لان انا حسيت كده انه في ناس بتتعامل في الوزاره اهو عملنا انتخابات اهو وخليناهم اجبرناهم. لا يا شيخ اجبرناهم هو تطبيق القانون بالاجبار وموضوع الثلاث ايام. بص بقى بيقول لك ايه في الزمالك، ان هنخليها على ثلاث ايام علشان ايه بقى الكورونا، سيبكم بقى من المساحات وانه كانش في مجلس عشان الكورونا وفجاه اتعمل المجلس في الكورونا عادي، سيبكم كل الكلام ده، لكن قال لك عشان الكورونا فهنروح للجنه العليا في الدوله اللي بيرأسها السيد رئيس الوزراء علشان نقول له احنا خايفين من الكورونا فخليها لنا على ثلاث ايام. لا والله بجد احنا لما جينا نعمل انتخابات في رقابه الصحفيين كنا خايفين برضه من الكورونا ما عملناش على ثلاث ايام، قعدنا شويه عشان
ننقلها من مقر النقابة اللي هو المبنى يعني، ونقلناها نادي المعلمين في مكان مفتوح كبير، وزودنا اللجان وعملناها. مش ما عملناهاش، عملناها واتعملت الانتخابات. ليه؟ لأن هو ده الأصل، إنك تعمل انتخابات. الأصل إن الناس تختار المجلس وبعدالة. حضرتك بتعمل 30 لجنة، خليهم 70 يا سيدي. اللجنة فيها 100 عضو، خليهم 30 في اللجنة. في حاجات كتير يعني غير الثلاث ايام يعني، مع الوضع في الاعتبار ان ده مش سبب. الاهلي عمل اللي هو جاله 25,000 ولا 22,000 23,000، مش قصه يعني. خليني بقى ايه اقول لكم ابرز ما سياتي في هذه الحلقه. المنتخب المصري بيجهز، وبكره هيكون ان شاء الله وصل لقمه التركيز قبل مواجهه الاردن يوم السبت الساعه 5 في دور الثمانية لكاس العرب. الامور اتحولت 180 درجه مع منتخب مصر. رايح فكرني بالكابتن جوهري سنه 98 في بوركينا فاسو، رايح والناس كلها بصله كده، عارف البصه اللي هي البايخه دي، انت مين يا ابني؟ فالمنتخب رايح كده، انت مين يا ابني؟ معنا الجزائر ومعنا المغرب ومعنا تونس كده يعني. وبعدين دلوقتي بقت البصه كده، عارف انت البصه اللي فيها دهشه ورعب وقلق من الاداء اللي اداه المنتخب المصري. فبقى مرشح يكسب البطوله فجاه بعد نهايه الدور الاول، بعد ما كان رايح متعكز. واحنا ساهمنا في ده كاعلام مصري، لان احنا كنا على طول بنهاجم كروش وبننتقده وكل الكلام ده، واحنا برضو بنعمل ده لصالح المنتخب، لان احنا بيبقى عندنا قلق على المنتخب، خصوصا ان كاس الامم خلاص في الكاميرون يوم 9 يناير هتنطلق، واحنا هدفنا المنافسه على اللقب. الوحيد اللي كان جريء فينا كلنا كده على بعضينا كده لما تغربلنا هو الراجل اللي جنبي في الصوره ده، السائل ده. ما هو كيروش سائل ليه؟ بيغيظنا كلنا يعني، احنا قاعدين ننتقد ننتقد ننتقد، وفي الاخر هو اللي كسب الرهان في الجوله في المرحله الاولى من كاس العرب. مش عايز برضو ايه اقعد انفخ اكتر من اللازم، لكن حتى الان هو كسبان مننا الرهان بصراحه يعني. فالراجل بيواصل استعداداته وجاهز، وهو من المدربين اللي مش بتشتكي يعني. غياب اكرم توفيق انذارين ما طلعش اتكلم يعني، ما طلعش اتضايق. ايمن اشرف ربنا يشفيه غايب، مش بس عندي عن كمان كاس الامم، ما طلعش اتضايق. احمد حجازي شد في العضله الخلفيه، فعلى الاقل مش هلعب الماتش الجاي، وفي امل يجهزوا لي الدور قبل النهايه لما نوصل ان شاء الله، برده مش متضايق. قفشه كان مصاب ورجع النهارده شارك في جزء من التدريب، برده الراجل ما حسسناش انه متضايق، واحنا ما حسيناش ان قفشه مش موجود في ماتش الجزائر الحقيقه يعني. فالراجل دايما بيتعامل مع الامر الواقع، وده شيء يحسب له. والراجل اصر على انه يجدد الصفوف ويشوف لعيبه جديده، ونجح في بعض منهم، وكان لهم دور على راسهم حسين فيصل. بعديه بقى احمد رفعت واحمد ياسين والمجموعه دي، ومهند لاشين والمجموعه دي، وكسب الرهان برضه. فالراجل بيقعد كتير مع لعيبته، لما تتكلم مع اللعيبه كده وديا يعني، هو يبان لنا احنا شخصيه قويه ومفيش حد بيكسره وان هو متعب، لا، بس مع اللعيبه مش كده. مع اللعيبه بيعرف يحتويهم كويس قوي، وبيعرف يتكلم معاهم كويس قوي، وبيعرف يديهم ثقه في نفسهم كويس قوي، وبيعرف يكون عادل معاهم كويس قوي يعني. النجم السوبر ستار زي اللعيب اللي لسه جاي جديد، ودي ميزه الحقيقه. وحتى الان الصفات اللي هو بيعملها دي اللي فيه دي واللي بينفذها دي ناجحه يعني، حتى الان حتى هذه اللحظه. الا لو جد جديد بقى نتكلم. قعد مع اللعيبه وقال في خمس حاجات احنا مش هنهرج فيهم، مش هنهرج فيهم، انا كاتبهم، بصوا يعني ايه عشان ايه مرتبهم. قال لك هتحتفظ بالكرة اكتر من لازم، هسحبك في خمس ثواني يعني، هو بعملك تعرف انك خارج ممنوع، لازم تلعب من اللمسة الواحدة مباشرة يعني، سلم واستلم. اللي مسموح له ده ممكن يبقى اللعيب المهاري اللي في نص الملعب، قفشة، حسين فيصل، يبقى مسموح له بده. لعيب على الطرف واحد لواحد فبيعدي، لعيب في منطقه الجزاء عايز بنالتي فبيرقص، دي ظروف موقف. لكن انت هتستعرض هتتسحب فورا. ممكن يكون ده احد اسباب ان احمد رفعت بعد عن ماتش الجزائر.
تمام كده. تاني حاجة خد بالك، لأنه ده سبب كمان لأنه هيبقى في التحام مباشر مع لعيب الأردن. ما أنت لما تقعد ترقص لي وتتفزلك لي يجي بتاع الأردن تيك يخش فيك، والمنتخب مش ناقص إصابات خلال الفترة دي. تاني حاجة مهم جدا الارتداد الدفاعي بتاعك من أول رأس الحربة اللي موجود، لازم يكون لي دور دفاعي لغاية السردباك اللي موجود، لغاية الشناوي حارس المرمى، لازم تأدي دورك الدفاعي. طب هو في مهاجم بيأدي دور دفاعي؟ طبعا المهاجم ده، المهاجم أول لعيب في الملعب بيأدي دور الدفاعي لما الكرة تتخطف، يعني لما تشوط الكرة تطلع اوت والجول بتاع الفرقة التانية الحارس يعني يلعبها للباك بره ال 18 اللي بيضغط على طول المهاجم، أول حد بيضغط عايز يغلطه، وإذا ما غلطوش بيخليه يعمل تمريرة وحشة ممكن اللي بعديه يغلطه وهكذا يعني. فقال لك الارتداد الدفاعي دي مسألة في غاية الأهمية ما فيهاش تهريج. تالت حاجة الراجل بيتكلم فيها ان انت لازم تكون متحكم في رتم المباراة، الايقاع بتاع المباراة لازم تكون متحكم فيه، في ان انت تنفذ التكتيك المطلوب منك بحذافيره وما تقلبش. يعني ما اقولكش انه بيقطع مثلا مصطفى فتحي بيسقط يستلم بيسلم لحسين فيصل يكون قاطع له من الناحية التانية مثلا، يعني محمد شريف يديله في الهجمات المرتدة فبتاع، انت ما تتفلسفش، لا تاخدها انت بقى وتقف عليها وعايز تخش الناحية التانية، لا لازم تبقى متحكم في ايقاع اللعب ان كل لعيب عارف بيعمل ايه في دوران الملعب. تالت حاجة او رابع حاجة انصاف الفرص لازم تيجي، مش الفرص انصافها، فما بالك بقى الفرص. قال لهم انه الادوار الاقصائية دي هي صعبة لان فيهاش تعويض، يعني في المجموعة حتى لو خسرت من لبنان اول مباراة تقدر توصل برضه، وتكسب السودان والجزائر توصل، عندك دايما فرص. لكن وانت بتلعب في دور الثمانية وسيمي فاينل وفاينل خلاص يعني هتخسر هتمشي، فمش بس تستثمر كل فرصة تجيلك، لا ده كل نص فرصة لازم تستثمرها وتبان بقى قدراتك. فقال لك انه الانصاف الفرص دي مسألة ما فيهاش تهريج. الحاجة الأخيرة قال لك الكرات الثابتة، ان انت لازم تستفيد من الكرات الثابتة، وعلى فكرة الكرات الثابتة دي في العالم كله مصدر إحراز أهداف رئيسي. الكرات الثابتة زي إيه؟ في كرات المتحركة، صلاح بيستلم بيتحرك بيجري بسرعته القوية بيقطع له سد يوماني من هنا، ولا فيرمينيو بيجي له من تحت، ولا الكلام ده بيباصي بالعرض بسرعة غرب للدفاع جابوا الجول، ده متحركة. كرات الثابتة الفاولات الكرانر وحسب مكانها، بره ال 18 ناحيه اليمين بيشوطها فلان، بره ال 18 ناحيه الشمال بيشوطها فلان، متطوحه شويه ناحيه الكورنر بيرفعها بيقطع فلان على العارضه البعيده او العارضه القريبه. اذا كنت وانت بتشوط حتى من بره ال 18 بتعمل تمويه، لعيب بيقطع يخش مثلا يخلي الحيطه ترتبك ولعيب تاني بيشوط الناحيه دي، المهم يعني بلا تكتيك معين والكرانر وكل الكلام ده. فالمهم ان انت تنفذ برضو المطلوب منك في الكرات الثابته. اخر حاجه كمان قال لك الثقه الزايده، لانه انتوا شفتوا منتخب الجزائر حصل له ايه قدامنا، احد اسباب تفوقنا على الجزائر ثقتهم الزايده، واحد اسباب تفوقنا احنا الطموح. يعني ان انت يبقى عندك ثقه ده رائع، انا داخل الهوا عندي ثقه في نفسي، عارف ان انا حتى لو شلت الورق اللي قدامي ده والسكريبت هعرف اتكلم واعرف اطلع واعرف كمان ابقى مصدر جذب للناس وهعرف اقول لهم معلومات جديده، لكن هوصل لمرحله الثقه الزايده اللي هي الغرور او مرحله ما قبل الغرور هغلط والمنافس، وهبقى في نفس الوقت ايه مش حذر، فالمنافس ينقض فتعمل لي مشكله. قال لك احذر الثقة الزائدة. دي تعليمات كارلوس كيروش للعيبة النهاردة في المحاضرة بتاعته، وقال الكلام ده كله ما فيهوش تهريج. المتوقع ان قفشة يبدأ المباراة، خد بالك ان هو قفشة وحسين فيصل ممكن يبقوا فرسين رهان في المباراة دي، لان الاتنين متميزين جدا، وقفشة من اللعيبة اللي هي في المباريات اللي انت بتبقى المنتخب عنده قدرات هجومية وعايز يهاجم ويبقى ليدنج على المنافس، قفشة بيبقى ليه دور مهم. لما بتبقى انت بتلعب منتخب زي الجزائر قوي جدا فبتحاول تلعب زون ديفنس وتلعب بقى على هجمات المرتدة او على سرعات الطرفين او على السيطرة في نص الملعب، قفشة هنا ممكن يقعد
فالمباراة لو قفشة جاهز 100% أعتقد أنه هيلعب المباراة، وحسين فيصل ممكن يلعب في نص الملعب كلعيب هاف ديفندر متقدم جنب عمرو السولية وحمدي فتحي. عايز أقول لكم حاجة تانية، أنه الراجل مع اللعيبة لطيف جدا بس ما بيهركش في النظام، يعني يقعد يهرج معاه وزاك يا وائل وزاك يا علي وزاك يا محمود وعامل ايه وتعالى انت مكشر ليه من اللي مضايقك ما اعرفش ايه وكده يعني، ويقعد يهرج معاهم يلعب معاهم كوتشينه يلعب معاهم بلاي ستيشن ينزل معاهم في الجيم يعوم معاهم ياكل معاهم يشرب معاهم كل الكلام ده، لكن في النظام معادك على الفطار 9:09 ودقيقه يبص كده للاداري كل سنه وانت طيب خلاص. نفس الكلام مع الجهاز اللي معاه المعاون، هو قال انه التحدث مع الاعلام له سيستم وله نظام وده تعليمات لوائل جمعة، قال له الجهاز المعاون معايا انت المسؤول عن مداخلاته ومحادثاته وتصريحاته في وسائل الاعلام. فوائل جمعة بقى في حرك شديد جدا، يعني مثلا الكابتن ضياء السيد دلوقتي مراسل من قناة الكاس في الامارات مثلا في قطر اللي هي مستضيفة البطولة، فبيتواجدوا في الفندق بيتواجدوا في الملعب بيتواجدوا في التدريب عايز ياخد تصريح، شاف الكابتن محمد شاوي شاف الكابتن عصام الحضري شاف الكابتن ضياء السيد، فعايز ياخد تصريح بسرعة بالمايك او صاحب عايز يكتب تصريح بسرعة او حد معاه موبايل عايز ياخد اللقاء او تصريح، فكيروش منع كل ده وقال لي وائل جمعة انت اللي تنظم كل الكلام ده وفق الاتفاق معاك والنظام اللي احنا حاطينه. فوائل جمعة حس بحرج لانه مش معقول كابتن ضياء السيد هو راجل برضه مدرب له قيمته والكابتن بتاع وائل، فيروح يقول له كابتن وائل من فضلك هل ممكن اسجل مع المراسل بتاع قناه الكاس، لان في مواقف بتحصل لحظيه وقتيه يعني، فمش معقول يقول للمراسل ثانيه واحده استاذن وائل جمعه. فهو راح لكيروش قال له يعني بعد اذنك يعني انا عارف ان الكلام ده بشكل احترافي وكل حاجه بس عايفيني من الحته دي بالذات لانه عامله لي حرج وعامله لي حساسيه موقف كبيره جدا، الا ان كيروش طبعا ايه كعادته في المواقف اللي زي دي بيزمجر يعني ما بيهركش. الراجل انزعج جدا، خدوا بالكم وهناك قاعد بيجهز، بس هو برضو من الناس اللي بتجهز لبكره مش بس النهارده، يعني عمال يجهز لقائمه كاس الامم، عمال يجهز ويرتب للنظام هيبقى ازاي، السفر هيبقى ازاي، الاقامه في الكاميرون هيبقى ازاي، عمال يسال في كل ده، المعسكر بقى اللي يسبق كاس الامم هيبقى ازاي. هو كان متفق مع احمد بجاهد واحمد بجاهد متفق معاه رئيس اللجنه اللي بتدير الاتحاد ان المعسكر خلاص المعسكرات تتعمل في مشروع الهدف. الناس خوفته مشروع الهدف، يا عم مشروع الهدف ايه ده لسه معمول ده نجوم. الراجل راح مشروع الهدف فوجئ انه نظيف جدا وفوجئ انه يحقق فعلا رغباته كمدير فني في كل شيء يحتاجه كمدير فني. يعني ايه؟ يعني عنده الاوتيل نظيف جدا 5 نجوم، عنده الملعب لازق في الاوتيل ملعب قانوني كبير وملاعب صغيره، عنده الجيم على احدث طراز، عنده الجاكوزي والساونا والكلام ده، عنده ملاعب ترفيهيه زي الفولي زي التنس بينج بونج الحاجات اللي هو ممكن يخرج اللعيبه من مود الكوره والتركيز في ماتشات الكوره، وعنده قاعه محاضرات يعني عنده كل الحاجات، عنده غرف للاصابات والتاهيل وكل الكلام ده. فالراجل شاف ان المكان فعلا رائع جدا، بس هو اتصدم لما عرف ان انتخابات اتحاد الكوره هتتعمل في يناير وقت المعسكر، هتتعمل مش 4 ولا 5 يناير مش فاكر والله تقريبا 4 يعني. فانزعج جدا من القصه دي وسال المهندس احمد مجد قال له لازم يكون في حل، لان اليوم ده هيبقى في الجمعيه العموميه موجوده كلها، هيبقى في صحفيين طول الوقت من الصبح، ده انتخابات بقى اتحاد الكوره اكبر مؤسسه كره قدم في مصر، فهيبقى الصحفيين موجودين والكاميرات موجودين والمواقع موجودين والسوشيال ميديا والجرايد وي 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 وي، فهيبقى يوم فيه ازعاج شديد جدا. فهو عمال يشوف حل ومخرج للقصه دي، هل يعمل معسكر لغايه ما الانتخابات تخلص ويروح بمركز الهدف؟ مش هينفع لانه هيبقى 4 ايام ولا يومين على الكاميرون فهيسافر، هو البطوله يوم 9، هل ودي قبل البطوله بخمس ايام، هل يفضل هناك وفي اليوم ده يدي اجازه؟ طب هيدي اجازه قبل البطوله ب4 ايام هو بيذاكرها يعني،
بيذاكرها حتى الآن لكنه منزعج من فكرة وجود الانتخابات. عايز أطلع بقى بص أفك الكلام ده بقى بتقرير، نتابع هذا التقرير عن مباراة مصر والأردن اللي بيقولوا عليها مباراة هتبقى مثيرة. أنا منتخب الأردن، احنا بنتكلم عن منتخب مصر، لكن منتخب الأردن منتخب مش سهل لسبب واحد، المنتخب عنده طموح ضخم جدا كبير جدا، هو منتخب مش من منتخبات القمة ومش من المنتخبات القليلة برضه، هو في النص في الميدل كده، والنوع ده من المنتخبات اللي هو بيبقى في النص وعنده طموح يقلق لو انت ما كنتش مركز بنسبة 100%. وتابع هذا التقرير وارجع اتواصل معكم. النهاردة الاتحاد الافريقي حسم قصة كاس الامم الافريقية وقال خلاص يوم 9 عمل بيان، ويوم 9 هتتلعب في الكاميرون في معادة 9 يناير، والكاميرون جاهز لاستضافة البطولة وهي في معادة تخلص 6 فبراير. مين بقى اللي قاعد يتألم من البيان ده لما طلع؟ النادي الاهلي، لان النادي الاهلي لسه الفيفا اعلن برضو من كام يوم ان البطولة خلاص كاس العالم للاندية هتنطلق في الامارات يوم 3 فبراير، وفي تعارض بين البطولتين، ان شاء الله نكمل احنا منتخب مصر ونوصل للمراحل الاخيره في البطوله سيمي فاينال وفاينال، ما في ازمه وممكن ما نوصلش فيبقى ما فيش ازمه، بس دايما انت بتفكر لو حصل ازمه حلي ايه. فالاهلي مش لاقي حل، لا الاتحاد الدولي بينصفه ولا الاتحاد الافريقي بينصفه والاتحاد المصري بيتفرج. فالاهلي طرح فكره ووعد احمد مجاد ان تتعرض على كيروش وتحصل قعده بينه وبين كيروش بعد كاس العرب لما يرجعوا مصر في وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ ومدير الكوره في النادي الاهلي. ايه بقى الفكره؟ قال لك دلوقتي يا باشا الراجل ده بيعتمد مثلا على لعيبه الاهلي مثلا هيبقوا في كاس الامم 7 8 6 زي ما يكون، هو بيعتمد على 3 منهم ممكن، بس والنبي عشان خاطرنا يعني اذا كان في 2 3 هو الراجل معاه برضو يعني ذخيره احتياطيه لكن ما بيعتمدش عليهم في القوام الاساسي، ادهم لي عشان خاطري. يعني افرض هو ما بيعتمدش على قفشه في طريقته سيبولي، افرض هو مش اعتمد على محمد شريف كمهاجم صريح، بيلعب بشريف جناح وهيبقى في الحته دي موجود تريزيجيه ممكن، وهيبقى موجود مرموش ممكن، ممكن يبقى موجود رمضان صبحي اللي ناحيه الشمال، ممكن يبقى موجود احمد رفعت سيبهولي مثلا. انا بقول مثلا ممكن تاخد طارق حامد، تاخد عمرو السوليه، وتاخد برضو حمدي فتحي، وتاخد برضو النني ب4، سيب لي واحد من السوليه وحمدي فتحي فتبقى انت على الاقل سبت لي كام لعيب. ده اللي هيطرحه احمد مجاد على كيروش في وجود سيد عبد الحفيظ، وانا اتوقع ان كيروش يعني يرفض، متوقع انه مش هيوافق. يعني ليه؟ مفيش مدرب ابدا هيبقى عارف ان الامور هتمشي معاه تمام لغايه النهايه، لعيب يتصاب يحصل حاجه فلازم يبقى الناس كلها. انما طبعا الاهلي معذور لانه عنده بطوله مهمه جدا كاس العالم للانديه، والمنتخب معذور لان عنده بطوله مهمه جدا اسمها كاس الامم الافريقيه، انما دي ازمه كبيره جدا حطينا فيها الاتحاد الدولي. الاهلي عنده ازمه تانية بجانب ده بقى، انه عنده في مباراه السوبر الافريقي ما عندوش باك ليفت، محمود وحيد عارفين متجند وبتاع وبعيد على المشاركه في المباريات، انما خلص مركز التدريب بتاعه ورجع النادي بيتمرن دلوقتي. الحل المؤقت ايه؟ محمود وحيد الاتفاق كمان ان هو هيعار لطلائع الجيش بدايه من يناير القادم، فالاهلي على طول بدا يجهز محمود وحيد لان هو غاب شويه دلوقتي، يبقى حل في حالة غياب علي معلول، وعلي معلول موجود مع منتخب تونس دلوقتي في قطر ومش هيلعب الماتش الجاي مع منتخب تونس وما قالوا كده، لكنه موجود في التدريبات لكنه عنده إصابة زي ما احنا عارفين. فالحل الأهلي بيجهز محمود وحيد تحسما لاستمرار غياب معلول وده المتوقع، فيبقى محمود وحيد جاهز عشان يخوض هذه المباراة في مركز الظهير الأيسر، وتبقى ممكن تبقى آخر مباراة لمحمود وحيد مع النادي الأهلي. كمان موضوع كهربا كل يوم في مستجد، اخر مستجد ان كهربا قال لاداره الاهلي بص انا مش عايز العب في مصر، يعني الاتحاد السكندري طلبه، الاسماعيلي طلبه، قال لك انديه مهمه وانديه كبيره وانا عارف ان انا هروح اتالق وكل حاجه، بس انا هنا في مصر مش قادر ما العبش غير للاهلي. يعني ده مساله نفسيه يعني الكهربا، وكهربا لعيب كبير بس هو خلاص الكيميا مع موسيماني مش راكبه. فالاهلي قال لك ان في يناير ممكن يطلع، انا بقول لكم في الكواليس يعني اللي بتتكلم فيه لجنه التخطيط، ممكن في يناير يطلع اعاره للخليج، لكن افرض نادي خليجي جه مش عايز اعاره عايز يشتريه، قال لك 2 مليون دولار لكهربا في حاله ان في رغبه لنادي
خليجي لضمه خلال فترة انتقالات يناير مع موافقته. ولا لي حط الكرة في ملعب كهرباء، قال لو عايز تمشي كذا، عايز تقعد اقعد، بس مسألة المشاركة دي في ايد موسيماني مش في ايد حد تاني. لايقة والله، مش في ايد موسيماني مش في ايد حد تاني. طيب احمد فتوح تألق في كاس العرب وبدأ يجي له عروض فوجئ وفق في الكاس العرب، ان في وكلاء بدات تتكلم مع الوكيل بتاعه وبتاع، فعلى طول اجرى اتصالات مع نادي الزمالك مع امير مرتضى وقال له انه يعني هل في حاله ان انا جالي عروض وانا موجود. فالتاني قال له نو واي، هو مع حق الحقيقه يعني، لانه الظهير الايسر الاساسي لنادي الزمالك في محمد عبد الشافي، لكن فتوح في معظم مباريات الزمالك مهم جدا، لان فتوح هو الطياره زي دي ماريا كده، انا بشبهه بدي ماريا، هو الطياره اللي بتجري من على الخط ناحيه الشمال. عبد الشافي يقفل كويس قوي، ولو انت بتلعب الاهلي ومحتاج حد يقفل كويس وانت بتلعب على واحد زي بن شرقي تعتمد عليه في الشق الهجومي، يبقى عبد الشافي هو الحل المثالي. لكن في مباريات كتير محتاجه طياره من ناحيه الشمال ويعوض لما يتقدم فتوح طارق حامد بيجي الناحيه دي يقفل وراه. ففتوح مهم جدا ومفيش قيد، فكارتيرون قال انه انا ما عنديش ظهير ايسر هو الاساسي بتاعي، فما اقدرش افرط في حد في هذه المرحله. كمان الجهه الاداريه بترفض طلب نادي الزمالك بإقامة الانتخابات على 3 أيام، وقالت لهم كده بصريح العبارة الانتخابات على يوم واحد وفق اللائحة الاسترشادية، لكن الكلام ده كان في التليفون مش بجواب رسمي واحنا مستنيين. أنا معايا السيد عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي. أستاذ عبد الإله مساء الخير. والله يعني احنا من الرجاء من الأندية، خد بالك اللي المصريين بيهتموا بأخبارها وبينالوا يعني إعجاب الجمهور المصري من أدائهم وقوتهم على المستوى الإفريقي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين الحمد لله، نمرة اتنين احنا على يقين ان احنا مباراة الاهلي مع الرجاء هتبقى مباراة في الاطار الاشقاء، وان شاء الله الافضل يحقق اللقب في ادارة تنافسي محترم. نمرة تلاتة بقى هقول لك كل الاسئلة اهو، انتوا اوحيتوا ان هتبقى في مشكلة كبيرة لان انتوا تاخدوا هذه المباراة، اتفضل يا فندم. تحية ليك أستاذ، أشكرك. تحية للشباب اللي في الشقق، للناس كذلك نادي رجاء رياضي، كذلك علاقة ديال الحب وعلاقة ديال الاحترام متبادل مع الشعب المصري ومع الفوق المصري الحمد لله. تحية لهم طبعًا. من المغرب إلى مصر الشقيق. بالنسبة لكأس الأفريقي فأنا كما أشرت من قبل للأسف كنت أتحدث أفريقي. لازم نعيش بالتجارية في اتخاذ القرارات لا يقل بأن كأس قيمة كأس السوبر والمرجعية ديالو والقيمة ديالو، فعلى بعد 3 أسابيع عاد كنحدو التوقيت والتاريخ. فكنشوفوا الاتحادات الأوروبية الفيفا الاتحادات الأولوية تواريخ هي تواريخ مضبوطة، ولكن للأسف كأس الأمم الأفريقية كما كنقولوا شهر يناير، مرة كنقول شهر يونيو، كأس سوبر إفريقي السنة الماضية تلعب في شهر ماي، هاد السنة يعني ما فيش مواعيد ثابتة الأندية تقدر بحيث إن الأندية تبقى عارفة إن الميعاد كذا. تمام، مفيش مواعيد محددة وكان تجال واتخاذ التواريخ والقرارات، فكنتمنى أنها تكون آخر مرة، كنتمنى أنه تكون واحد أجندة اللي هي بطولة، وكتكون حتى تكون عندنا احنا واحد الرؤيه كفرق سواء مغربيه مصريه او تونسيه او غيرها، اننا نهيئوا لا من الناحيه الاداريه او من الناحيه التقنيه لهذه التواريخ. نعم. تلقينا للاسف رساله من الاتحاد الافريقي كيخبرونا بان تاريخ المقابله هو 22 ديسمبر. الاكثر من هذا فالاتحاد الافريقي ألزم الفريقين لا فريق الرياضي أو الأهلي المصري أن نبدأ اللائحة اللي غتشارك في المقابلة النهائية ديال السوبر الإفريقي على أبعد تقرير يوم 8 ديسمبر، أي يومين بعد المراسلة. كانت صعوبات للأسف المغربية فهي أجواء مغلقة نظرا للقرارات الحكومية غلق المجال الجوي أو البحري أو البري من وإلى المغرب. دابا كنادي رجاء رياضي كنا درنا حجوزات على اساس ان الاجواء غتفتح،
للاسف اليوم كان توصل القرار بان كاين تمديد لحال الطوارئ وغلق المسجل الجوي الى غايه 31 ديسمبر. ده النهارده القرار ده يا استاذ عبد الاله اليوم القرار ده اتاكد اليوم قرار خرج تاكد ساعتين منذ ساعتين فخرج قرار تاكد بان استمرار الحظر الى غايه 31 ديسمبر. طب انا هسالك سؤال معلش انا بعتذر للمقاطعه بس انا هسالك، طب ما هو منتخب المغرب انتقل الى قطر عشان يشارك في كاس العرب في ظل هذا الاغلاق، يعني في استثناءات. اكنظن ان المنتخب المغربي كان انتقل للقطر قبل تاريخ ديال الحظر الجوي، كان قبل الحظر الجوي اسبوعين باش كان طبيعة الحال قبل الحظر الجوي يومين او ثلاثة ايام على الاقل. تمام عندنا وضعية اللي هي مستجدة نحاولوا نتعاملوا معها، نحاولوا نشوفوا طريقة باش يكون واحد كما كنقولوا تنقل في ظروف اللي هي مريحه بالنسبه للفريق الرجاء الرياضي، ولا يخص تكون عندنا حقوق استثنائيه من اجل مغادره تراب ولا المجال الجوي المغربي. يعني انتم بتحاولوا الوقت تاخذوا استثناء لده؟ طبيعة الحال يعني كاين قرار ديال السلطات والحكومه فاي اي رحله الا كتكون استثنائيه طبيعة الحال. طب سؤال يعني هو في حاله ما قدرش الرجاء او بحري في حاله الرجاء ما قدرش ياخد استثناء معنى كده انه مش هيشارك في هذه المباراه؟ هذا الى عندنا كنادي رجاء رياضي اننا ناخذ وقفه استثنائيه ما توجد في الاتحاد الافريقي باعتبار هو الوفي على الملف في افريقيا ونشوفوا احنا مازال لان القرار الله ما بين منذ ساعتين هذه، فاحنا كنفهموا ديري غدا غنشوفوا ان شاء الله صباحا نشوفوا نديروا مراسلات ونديروا اتصالات باش نشوفوا الطريقه المثلى اللي نلقاو فيها. لكن حتى هذه اللحظه وحضرتك بتكلمني الرجاء لن يستطيع مغادره المغرب للمشاركه في كاس السوبر وفق القرارات اللي اتخذت باغلاق المجال الجوي لغايه دلوقتي. إذا شلنا القرارات إذا شلنا القرار ديال الحكومة فالقرار ما فيه استثناء ديال نادي الرجاء أو أي ديتا، القرار يصير على الجميع. القرار هو أن منع إغلاق المجال الجوي والبحري والبري إلى غاية 31 ديسمبر واستمرار حالة الطوارئ. هذا هو في جميع عموم. طب في حالة عدم القدرة على حصول على الاستثناء، الاتحاد الافريقي قال انه هيطبق اللائحة، واللائحة بتقول استبعاد الرجاء 3 سنين من البطولات الافريقية او الدفاع عن لقبه في الكونفدرالية. كيف سيتعامل الرجاء مع الموقف في هذا الحال؟ اكمل بان كلا القوى القاهرة لان مش بيد الرجاء يعني والعدل من رغبة لعيب لان مش يدير مظبوط كنظن بان الفصل ولا هذه الماده كتكون بما ان كتكون ان كاين سلبيه على هذا اللعيب ولا على هذا اللعيب اي مقابل ولا اي بطوله، ولكن كتكون قوه قاهره فما دخل الرجاء في القوه القاهره. كنظن ان الوباء او كوفيد هو في تتابع حالة الطوارئ في تتابع قوه قاهره، ولكن كنظن باننا غنلقاو واحد الحل اللي غيسمح لنا ان شاء الله باذن الله نمشي الدوحه من اجل الدفاع على الحدود ديالنا في كاس السوبر ان شاء الله. طب لكن انتم بتتعاملوا برضه في اطار الاستعدادات الفنيه ان المباراه هتقام، فعشان تبقوا جاهزين طبعا لاي مستجد واستثناء يتم. بطبيعه الحال احنا منذ رساله الاتحاد الافريقي فكنظن باننا خدينا الترتيبات الاداريه التقنيه لا الصحيه للتدابير الاحترازيه، ان كاين مباراه اللاعبين ولا الطاقم التقني اللاعبين فكيديروا تربص غيدخلوا في تربص كيما التمارين على قدم الوفاء كما كنقولوا باش تكون جاهزيه ان شاء الله ديال جميع اللاعبين. كمكتب مديري كاين اجتماعات تمام خاصه بكاس السوبر، كنقول بان الاجواء ديال المباراه النهائيه دخلنا بها منذ يوم الاثنين اي تاريخ توصلنا بالمساله ديال الاتحاد الافريقي. طب استاذ عبد الاله هل في لاعبين جدد محترفين انضموا للرجاء من اجل هذه المباراه مثلا، خصوصا ان في استثناء من الكاف انه تقدر تأيد قبل هذه المباراه وتبدر القيد تقدمه يعني من يناير لقبل المباراه، هل في لاعبين جدد ضموهم الرجاء؟ هل في لاعبين رحلوا من الرجاء فمش هيشاركوا؟ حطينا في الصوره يعني. اللائحه راهي كاينه
هي اللي كلمه صبيها وكل ابوها مقابل هذه البطوله الوطنيه. فكان ضمن مرار من ان الاتحاد الافريقي اعطى واحد الاستثناء الذي رجع للاهلي انه تقييد اللاعبين الجدد ولا اللاعبين اللي تم التدريب ديالهم، ولكن كنظن ان اللاعبين نادي الرجاء الرياضي كيتحفوا على ثلاثه اللاعبين هما اللي تمت الاضافه ديالهم اللي ما كانوش في اللائحه الافريقيه. كيتعلق الامر باللاعب حميده حداد واللاعب جمال حركاس وكوياتي. ولكن انتدابات جديده، هذو ماشي انتدابات جديده، هذو كانوا لاعبين كيلعبوا معنا في البطوله ممكن تشدد بهم، ولكن لوائح الاتحاد الافريقي كانت مغلقه، ولكن في البطوله الوطنيه وفي المنافسات المحليه فكانوا متواجدين مع الفريق. وكنظن بان رغم ان اعطى ما استثناء باننا نديروا انتدابات، ولكن للاسف في الانتقالات الشتويه في المغرب التاريخ محدد لبدايتها هو بدايه شهر يناير، فكان من الاستحاله ان نقوم اي انتداب لان سوق الانتقالات الشتويه في المغرب كيبدا بدايه شهر يناير، وبالتالي استحاله اجراء اي انتداب جديد ما عدا تقييد اللاعبين حميد احداد كجمال وقوياتي. لازم تأيده الاول في الاتحاد المحلي عشان تقدر تأيده في الاتحاد الافريقي، ده كلام واضح. طيب طبعا. طيب قبل بقى ما اقفل معاك وبشكرك طبعا على المداخله وطولت عليك بعتذر، ابرز اللاعبين اللي انت شايف في النادي الاهلي تعمل لهم حساب في هذه المباراه؟ انا النادي الاهلي كفريق كبير كنحترمه التاريخ ديالو بالمرجعيه التاريخيه ديالو بالالقاب ديالو باللاعبين اللي مروا فيه، لكن كنادي رجاء رياضي نقول باننا لا نلعب اي فرق، نحترم خصم ونقدر لا نلعب. كرجاوي انا معجب ومن العشاق ديال اللاعب بدر بانون، لانه صراحه كنت نشوفه على القرب وصديق من غير فهو صديق لي يعني من غير، وانسان كنحترمو، انسان عنده كاريزما، عنده فنيات، وكيف كتبقى مدافع انه كيملك هذه الفنيات اللي كتوفر. بس خد بالك في الماتش ده، في الماتش ده هيبقى شديد جدا على الرجاء، خد بالك بدر بانون. انا كنظن ان بدر بانون عندنا الرموز المشفره ديالو بحوزه نادي الرجاء الرياضي. استاذ يعني عبد الاله الابراهيم انا بشكرك شكرا جزيلا، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي واللي حطنا في كل الامور الخاصه بنادي الرجاء. الوقت بيجري جدا، عايز اقول لكم بس خبر انه وخبر يعني مش عايز اقول انه صار لجمهور الزمالك، لكن خبر مدهش بالنسبه لي بجد والله، ان المهندس احمد مجاهد وعد في اتصالات تليفونيه مع المسؤولين في نادي الزمالك انه في مفاجاه ساره لشيكابالا بعد كاس العرب. لما يتقال كده ان في مفاجأة سارة معناه انه هيرفع الايقاف، يعني هو رفع الايقاف كده يعني ممكن بالمزاج يعني، والله لما بقى يجي لي كيف ارفع الايقاف في حكم محكمة، ما كان يتنفس حكم المحكمة من وقتها يبقى الايقاف اترفع بالقانون، لكن ما تبقاش الاندية حاسة اشمعنى شيكابالا بترفع عنده الايقاف وانا لا، اشمعنى فلان بترفع عنده، ما تنفس القانون، ما تنفذ الحكم، ويبقى الايقاف اترفع من وقت حتى ما صدر الحكم، وكان زمان شيكابالا بيلعب. يعني ليه يبقى رفع الايقاف من عدمه بكيف شخص مش بالقانون ومش باللوائح؟ ليه؟ حاجه يعني والله العظيم حاجه مدهشه بصراحه. يعني عايز اقول لكم ان مصطفى فتحي كان ليه تجربه احتراف في التعاون السعودي قبل كده بس، وكان متالق جدا فيها، وكان ماضي مش عارف سنتين ولا كام اعاره، لكن في النص الثاني من زمن الاعاره بتاعته جات له الاصابه وابتعد، لكن هم شافوه كمان رجع تاني تالق مع نادي الزمالك، والكيمياء راكبه مع التعاون مصطفى فتحي بالفتره اللي لعب فيها، فعرضين عليه انه يروح لهم ويبقى راتبه مليون دولار في السنه، وعارفين ان مصطفى فتحي عقده بينتهي مع نادي الزمالك بنهايه هذا الموسم، ودي من اللاعبين المهمين، مصطفى دلوقتي من اللاعبين المهمين جدا في نادي الزمالك، وغيابه هيمثل أزمة فنية في الزمالك، لكن عقده بينتهي، ودي من مشاكل الزمالك ان عدد كبير من اللاعبين عقودهم بتنتهي. خلوني بقى اطلع نشوف نتابع هذا التقرير عن الازمات اللي تصدرت للاهلي من مشاركات منتخب مصر سواء في كاس العرب، فاللعيبه بتاعه الاهلي مع المنتخب قبل كاس السوبر، وكمان المشاركه في افريقيا، فاللعيبه بتاعه الاهلي
في المنتخب قبل كأس العالم للأندية. نتابع التقرير وبعدين فاصل، ثم نستقبل الكابتن حمادة طلبة وحديث مهم جدا، فانتظرونا. أهلا بكم من جديد، فقرتنا الحوارية النهاردة مع صاحب يعني أفضل إنقاذ في تاريخ الكرة المصرية يمكن، كابتن حمادة طلبة. برحب بيك. برحب بيك طبعا. مش عارف اقول لك سياده النائب ولا اقول لك كابتن محمد. انت بتحب شبابك وخلاص. لا طبعا كابتن، انا مبسوط جدا ان انا معاك النهارده، من الناس اللي انا بحبها على المستوى الشخصي ومتابعك بشكل كويس جدا. ما شاء الله اعلامي ناجح ومن زمان وانا متابعك كمان. الله يخليك كابتن، انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك النهارده. الله يخليك كابتن حمادة. حبيبي صاحب افضل انقاذ، اكيد اول سؤال بتتساله في اي استوديو الانقاذ بتاع مباراه نيجيريا، مش كده؟ يعني في الاستوديو، في الشارع، في اي حته بسال. الكره دي فرقت معاك في حياتك؟ فرقت معايا بشكل كبير جدا طبعا. يعني في ساعات الانسان كده تجيله لحظه ربنا يحط له حاجه، زي الجول بتاع مجدي عبد الغني كده في كاس العالم، لولا الجول ده كان زمان مجدي عبد الغني بص نص شهرته في الجول ده. وده اللي انا بقوله والله، كل ما حد يكلمني اقول له بتفكرني بلقطه بالجول بتاع الكابتن مجدي عبد الغني. يعني كابتن مجدي راجل محترم جدا طبعا، كان لعيب كبير جدا طبعا. بالك يعني مجدي عبد الغني كان لعيب كبير واللي في نادي المريخ في بورسعيد كمان، وادى مع نادي المريخ حاجه كويسه جدا في المريخ. ديفندر يعني زي ما بيقول الكتاب الحقيقه يعني. طبعا. انما فرق معاك الانقاذ ده يعني في الشهره، في القيمه الفنيه، يعني الناس لمحت، يعني قدامنا حتى الانقاذ بتاعك اهو، الناس لمحت فدائيه حماده طلبه في الكره دي. والله يا كابتن، هو الحاجات دي ما بتجيش بالسهل، بتيجي بالتعب، وانا الحمد لله اشتغلت على نفسي شغل كويس جدا جدا مع نادي الزمالك. يعني انا بخص ليه نادي الزمالك؟ عشان نادي الزمالك كان السبب اللي انا اكون موجود في منتخب مصر. الحمد لله عملت موسم قوي جدا جدا مع نادي الزمالك، ولعبت في مركز مش في مركزي طبعا. اللي يكون موجود مكان محمد عبد الشافي في المكان دوت لازم يطلع اقصى حاجه عنده عشان يوصل لمنتخب مصر. محمد عبد الشافي ما حدش يقدر يسد مكانه بصراحه، من الناس اللي انا بحبها على المستوى الشخصي، لعيب خلوق جدا، لعيب مؤدب جدا. حتى في السعوديه لما مشى من السعوديه الناس كلها كانت زعلانه، وكل الناس وكرموه وتكريمه كويس جدا، وفتح باب كبير جدا للاعيبه كتير مصريين تبقى موجوده في السعوديه. طبعا كابتن، لما تيجي تلعب في نادي الزمالك باك ليفت بتبقى مسؤوليه كبيره جدا، وبلعب في مركز مش مركزي، ولا عدلتي ولا الكلام دوت، يعني حاجه كبيره بالنسبه لي. ده المدرب مستر فيريرا. يعني فيريرا اول لما جه نادي الزمالك على ما اتذكر، يعني كنت بلعب انا، كان هو اول ماتش لينا كان بيتفرج عليه، كان ماتش انبي، وماتش كان انبي والزمالك، كنت انا بلعب في الماتش ده باك ليفت، والراجل اتفرج علينا وتعادلنا 1-1، وجينا تاني يوم اتقابلنا بيه، وكان اول ماتش ليا امسكه بعد كده، كان ماتش الداخليه في الدوري. قال لي اول ما شافني كده على طول، قال لي انت مش هتلعب معايا باك ليفت؟ قلت له احسن، انا عاوز العب مركزي. كان معايا المترجم واقف طبعا، قلت له نفسي العب مركزي. يعني فوجئت ان الراجل كان في فتره توقف حوالي 45 يوم، اشتغل معانا بشكل كويس جدا، شغلنا كلنا في مساحات ضيقه، بدا يلعبني في مكاني ويعلمني استلم ازاي واقف ازاي. قال لي الحاجات دي كلها تفرق معاك، انت لعيب قوي ولعيب كويس ولعيب بتحب تنفذ التعليمات. انا هقول لك على كام حاجه تعملها، زي ما عمل معايا بالظبط، عمل مع احمد عيد، عمل مع طارق حامد. كان صعب جدا جدا يدخل اي حد التشكيل ما بينفذش التعليمات، وانا الحمد لله كنت دايما ناجح في الحته دي جدا. وكان مدرب منضبط جدا جدا جدا، من الناس اللي انت يعني على ما اتذكر كمان، اللي احنا اول اجتماع لينا كان هو ماسك فرقه بورتو في البرتغال. قال لنا شوفوا الفرقه، جاب فيديوهين وقال لك شوف انتوا واقفين ازاي والفرقه دي واقفه ازاي. لقينا فرق شاسع بين هنا وهنا، يعني يا كابتن حاجه صعبه جدا. قال لنا ان شاء الله انت توصل الكلام ده للوقفه الصح، للطلوع الصح، للكلام ده. يعني بيدوكوا نماذج من تحركات لعيبه بورتو. ايوه فعلا، بالفعل، وعمل لنا كده وفعلا قعدنا. يعني قول لي مثلا استردباك، انت مكانك استردباك. استردباك كنا دايما. ايه اللي كان الاستردباك بيعمله في بورتو ما كنتش انت بتعمله؟ الوقفه مثلاً. اللي لما ترجع تيجي تدافع بتدافع ازاي، بترجع ازاي، مش ما تبقاش مندفع، ما تنزلش مع الراجل بتاعك قوي. الحاجات دي كلها فرقت معانا كلاعيبه، ما يخطفكش. طبعا اللاعيبه كلها الاربعه اللي واقفين ازاي، بيطلعوا مع بعض ازاي. الحاجات دي فرقت معانا بشكل كبير جدا. انت كنت رايح الزمالك كبير برضو، مش كبير صغير. انا احمد عيد، على ما اتذكر احمد عيد كمان يا كابتن لما بيقول له انت استلم صح واعمل كده، احمد زعل.
قال له انت جاي بعد السن ده كله تعلمنا اقف ازاي واستلم ازاي. عايز اقول لك مره يعني انت بتاخد يعني تعليمات وتحركات جديده وانت اساسا بالك اكتر من 10 سنين بتاع الدوري الممتاز. بس لما يجي مدرب كبير زي ده يقول لك الكلام دوت اكيد عنده خبرات وعنده حاجه احنا مش شايفينها. ولما يكون لاعب مدرب اسمه كبير جدا ده مش لازم تسمع له، لازم تسمع له. واحمد عيد بقى خنفر بطريقته دي وفتف احمد عيد احمد عيد فعلا بالفعل عمل كده، وشه يقلب طبعا وشه قلب والكلام ده، وقال له ازاي انت جاي تعلمني بعد السن دوت. لا احمد عيد فرح بالكلام للراجل بعد كده. بس مرسي كان في حته تانية خالص يا كابتن. بصراحه طارق حامد دخل لنا يعني دخل الفرقه بعد 3 شهور بعد ما الراجل مسك. طارق حامد كان لعبه في عنف شويه، في وقف شويه الكلام ده، طارق بعد كده طور من نفسه بشكل كبير جدا. يعني طارق يعني كانت بدايته الحقيقه فريرة بصراحه، مش انا بس، هو الجيل اللي موجود اللي هو 2014 2015 كل الجيل ده استفاد من مستر فريرة، كلنا بلا استثناء استفدنا. ولما يكون مدرب 35 لاعب متفقين عليه يبقى ده مدرب شاطر ومدرب ناجح. الراجل ده ما فيش لاعب، خلي بالك احنا كلنا لما مشينا من الانديه ولا كله اتاثرنا بيه جدا وكلنا زعلنا جدا، حتى في لعيبه مستواها قل. يعني واحد زي باسم مرسي مش عارف يرجع نفسه تاني بالتاثيره مع الراجل دوت. كان حماده طلبه نفس المشكله، عندك طارق حامد، بس طارق حامد من اللعيبه اللي هي موجوده في نادي الزمالك بقاله 5-6 سنين محافظ على مستواه 10/10. من الناس اللي هي بتشتغل على نفسها بشكل كويس، بعد ما بيخلص تمرين بيتمرن تاني. يعني انا الحمد لله كنت دايما قريب من طارق، يعني قريب من طارق جدا، واحمد توفيق نفس النوعيات دايما. كان الراجل بيقلق مننا واحمد توفيق، يعني كان ما يبقى في اصابه عندنا ما كناش نقول له في اصابه، كان بيقلق مننا احنا الاثنين على طول. لا راجل، بس انتوا كلكم مشيتوا بعد ما الراجل ده مشي. انت مشيت واحمد عيد مشي، احنا مشينا في وقت بس مرسي مشي، مشينا في وقت غريب. يعني 15 لعيب في، انا كان اكتر حاجه احزنتني في اللي وانا ماشي من الزمالك ماتش سان داونز. كان ده اخر ماتش ليا مع ماتش سان داونز، كان النهائي. الزمالك خسر هناك 3 وكسبته هنا 1. كسبنا هنا 1، كنت انا مشيت قبل الماتش دوت. قبل الماتش اللي هناك ولا اللي هنا؟ اللي هنا. لا واللي هناك انا ما حضرتش اللي هناك، الماتش اللي هناك واللي هنا ما حضرتهمش. بس كانت الناس كلها مصره ان انا اكون موجود واكون قاعد في الفرقه واكون متواجد. لما تاكل مستر فيرا مشي كان ماسك مؤمن سليمان، كان ماسك كابتن مؤمن سليمان. طبعا مشي 15 لعيب في وقت غريب، اللي احنا ال 15 دول يمشوا قبل الوقت ده كان وقت غريب جدا. كنتوا بتكملوا القائمه بتقائمه الماتش بالعافيه. كنا 13 لعيب. الناس كلها تقول لك طب كله يمشي الا حماده طلبه، ما فيش باك ليفت عندنا، ما فيش حد موجود. يعني كان قرار اداره النادي وقتها والله ساعتها انا ما اعرفش القرار ده طلع ازاي. انا فوجئت زي الناس، انا رايح التمرين عادي لقيت نفسي بره النادي، ما اعرفش. سالت كابتن محمد صلاح، كابتن اسماعيل يوسف، طب انا مش موجود ليه؟ ده قرار نادي ومش عارف ايه. عرفت بعد كده اللي كان النادي المصري مصر عليا ان انا اكون متواجد معاهم، وكابتن حسام طلبني بالاسم اللي انا عاوز، من 15 اسم طلبني انا الوحيد اللي اكون موجود معاه. طبعا هجي لك في النقطه دي كابتن، بس هي المشكله اللي انا كنت حزين جدا 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 ان انا ما لعبتش الماتش ده. لما تكون انت اخد مع نادي الزمالك 4 كاس ورا بعض، واحد دوري، كنت حلم لاي لاعب اللي هو كمان ياخد افريقيا طبعا. يعني كانت بالنسبه لي، لو كان الزمالك مكتمل ما كانش صعب يكسب سان داونز. طبعا احنا كنا فرقه محترمه جدا، يعني لا 15 لعيب تقال، يعني مش عارف يعني. وكان موسيماني مدرب سان داونز. ايوه الله ينور عليك كابتن. انا لعبت قدامهم كذا ماتش، يعني من الفرقه، وكانت فرقه طبعا عشان تلعبها هناك لازم تكون جاهز بشكل كبير جدا. وفت طبعا. ولا كان فرقه منظمه قوي، فرقه عندها خط هجوم عمري ما هنسى خط الهجوم بتاعها. يعني احنا في ماتشين خسرناهم هناك كان من خطا من علي جبر، وكان خطا من اسلام جمال نفس الخطا، خسرنا 1-0 على ما اتذكر الكلام دوت. بس قدرنا ان احنا نصد معاهم هناك بغض النظر عن ماتش الكابتن بتاع مؤمن سليمان. كان الماتش ده خلص بنتيجه كبيره طبعا، عشان تيجي تعوض هنا كان طبعا انت بتلعب فرقه كبيره جدا ويمشي لعيبه كتير جدا جدا، قوام اساسي بتاع الفرقه طبعا. كانت بالنسبة لي صعب عليا جدا ان انا ما كنتش مكون متواجد في ماتش زي دوت، كان نفسي ان انا اكون موجود. كانت صدمة بالنسبة لي. صدمة بالنسبة لي كابتن. بس انت ما وقفتش. لا طبعا. يعني انت كملت ودخلت منتخب كمان. طبعا. ال- 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 الغريب ان انت كوبر اصر ياخدك معاه كاس الامم في الجابون رغم ان انت كنت مصاب. مش كده؟ لا انا كنت قبلها مصاب ورجعت وما تأيدتش في القائمه. لكنه اصر ياخدك معاه. طب بما انه اصر ياخدك معاه فالراجل بيقدرك طبعا، مش كده؟ بعد الانقاذ بتاع نيجيريا كان ليه دور الانقاذ ده برضو.
والله يا كابتن انا اتسالت نفس السؤال يعني، بس طبعا انت جبته بطريقه حلوه يعني، اتوجه لي من المدرب اللي الراجل بيجاملك عشان كده بياخدك، من مدرب مش عاوز اقول اسمه، بس طبعا الراجل بيجاملك عشان كده، بيجاملك عشان انا عارف الراجل بياخدك مجامله يعني. قلت له لا مفيش حاجه اسمها مجامله، انا الحمد لله بروح في المنتخب بادي بشكل كويس جدا طبعا، بتمرن بشكل بس كويس. بس انت تروح وانت بره القايمه دي كانت غريبه. ما اقول لك يا كابتن ايه اللي حصل في الموضوع دوت. طبعا انا مشيت من نادي الزمالك، رحت على النادي المصري، الحمد لله ماشي من نادي الزمالك ورايح النادي المصري، انا بلعب اساسي مع فرقتي، بلعب مع منتخب مصر اساسي، بادي بشكل كويس جدا الحمد لله، ماشي مكسر الدنيا. لما جه لي انديه كتير طبعا انفوجئت زي ما بقول لك، اللي انا مشيت ازاي من نادي الزمالك ما كنتش عارف لغايه النهارده، والله ما اعرف ايه السبب. بس دايما الحمد لله كنت عمري ما وقفت زي ما حضرتك بتقول، لا كملت وجالي 10 انديه، بس اخترت النادي المصري البورسعيدي اللي هو جمهوري وبلدي، والحاجه اللي انا بحبها جدا جدا هي بلدي طبعا. وحاله عشق بينك وبين المصري بصراحه. طبعا انا اصل نزلت بورسعيد كتير وغطيت حاجات يعني، عملت حاجات على النادي المصري كتير وبشوف حب غريب. لا يا كابتن الجمهور ده، جمهور بورسعيد ده حاجه لا تتخيل، حاله يعني حاله صعبه. كل الجماهير بتنتمي للنادي بتاعها بشكل كبير جدا، بس بورسعيد يا كابتن صعبه شويه. البورسعيديه اكلهم وشربهم النادي المصري، النادي المصري ما بيعملوش حاجه الصبح يشتغلوا وبقيت اليوم النادي المصري. فعلا صح يا كابتن، حتى الراجل ده ندخل المحل اكل في مطعم يكلموني عن النادي المصري، امشي في الشارع اقابل حد يكلمني عن النادي المصري، فعلا صح، اروح اشتري حاجه يكلموني عن النادي المصري، انزل اشتري من الكشك حتى حاجه مفيش كلام غير عن النادي المصري. هو النادي المصري بالنسبه لهم عشق كبير جدا يا كابتن. يعني انا بقول لك حضرتك، لحتى لما قالوا لي تعالى النادي المصري ما قدرتش ارفض، كان حلم من حلمي ان انا اكون موجود في النادي المصري، كنت بروح احضر الماتشات، بقعد في البحر ده من صغري وانا في المدرج البحري ده ما كنتش بسيبه، حضرت كاس مصر وانا صغير كان عندي حوالي 18 سنه او 17 سنه، سافرت معاهم هنا كنا بنلعب المقاولين، رحت في قطر ورجعت على ظهر اتوبيس على ما اتذكر والله العظيم. وكانت بالنسبه لي موضوع انتحاري، حب النادي المصري ده حاجه رهيبه جدا. طب احنا هنخش على المصري بس عايز ارجع ل يعني قرار كوبر كان ليه، كان اصله ايه، ومين اللي كلمك، ولا هو اللي كلمك، هو اللي جابك، هو اللي قاعد معاك قال أقول لك انت معانا، اقول لحضرتك انت رحت قعدت شهر فعلا معاهم وانت مش هتلعب يعني، وكنت بتنزل التمرين فعلا. كان حاجه غريبه، كان موقف غريب ما حصلش قبل كده. بص يا كابتن، انا طبعا لما انا بقول لحضرتك ان انا في النادي المصري ما كنتش بشارك، لما مشيت من اللهم صل على النبي، مشيت من النادي الزمالك ورحت المصري، فوجئت بمعامله غريبه جدا جدا. النادي المصري كان عاوزني، الكابتن حسام اللي كان عاوزني، فوجئت ان انا ما بلعبش، ان انا ما اكونش موجود، ما اعرفش برضو ايه الاسباب. دايما انا كل نادي بروحه في بدايتي ما بلعبش في الاول الكلام ده، بس انا الحمد لله عندي صبر وعندي يقين في الله ان انا اكون موجود. فرصه بتمسك فيها، بمسك فيها ما بسيبهاش لحد الحمد لله، بس كله الحمد لله بنيه صافيه، بقلب طيب، اللي انا عمري ما اتمنى لزميل الحاجه الشر. لا الحمد لله، قعدت 4 شهور مع الكابتن حسام حسن، رحت 5 تجمعات منتخب، فوجئت وانا في النادي المصري ما بشاركش على طول الكلام ده. الراجل كان يقعد يسالني الكابتن محمود فازي، الكابتن اسامه نبيه، انت ما بتشاركش ليه؟ طبعا انا من النوعيات اللي عمري ما بروح اقول لمدرب بتلعبنيش ليه، دي مش فيا خالص، انا اجتهد واتعب وده بتاعت ربنا بقى طبعا. ربنا عاوزك هتلعب هتلعب طبعا، مش عاوزك موجود خلاص. في بقى عوامل تانية انا ما فهمهاش وما بتكلمش فيها. طبعا فوجئت ان انا مسافر تجمع اللي كان عندنا ماتش الاهلي والمصري، كنت انا بلعب ساعتها في النادي المصري، فوجئت ان انا مش موجود. طبعا كنت بطالب ان انا العب، لو انا ماليش فرصه امشي واروح اخد فرصتي في حته تانية، ما فيش مشكله، دي كوره يا كابتن. عايز ترجع المنتخب؟ عاوز العب في منتخب مصر، عاوز ان انا العب البطوله بالنسبه لي كانت مهمه جدا. طبعا انت كنت مشارك فيها وربنا كرمك وعامل لقطه زي ما حضرتك بتقول الناس كلها بتتكلم عليها، كان من جوايا عاوز اشارك في البطوله، يبقى انت عملت حاجه كويسه، تعبك ما ضاعش. انما فوجئت بالمعامله صراحه سيئه جدا، ما كنتش بشارك، معامله وحشه جدا، حتى لما اروح منتخب ما فيش واحد يرجع يقول لي. طبعا لما لعيب بيروح المنتخب يجي المدير الفني يقول لك مبروك، الناس كلها بتساندك، ما كنتش بشوف العوامل ديت. طبعا كانت الحاجات دي بتضايقني، بس لما بروح المنتخب الحمد لله بطلع اقصى حاجه عندي وبتمرن واعمل اقصى مجهود عندي عشان اكون متواجد. انما فوجئت وانا مسافر، كان اخر تجمع ليا وانا ماشي من النادي المصري، كان عندنا ماتش للاهلي والمصري، فوجئت الساعه 2 بالليل وانا في المعسكر، كابتن محمود جابر
جاب اللغني اللي انا مش موجود معاهم وشوف لك نادي والكلام دوت. وبالعكس انا كنت موجود في القائمه بتاعه المنتخب اللي هي هتسافر امم افريقيا وقتها. طبعا انا مشيت قبل الماتش بثلاث ايام، طبعا رحت اتمرنت اليومين اللي انا مش موجود بتوعهم بتوع المعسكر. الحمد لله اتمرنت، رحت عندنا، احنا عندنا البحر، طبعا البحر ده عندنا رمله وعندنا اخدت مشوار على البحر. في مشوار طبعا اتصورت، ما اعرفش انا اتصورت ازاي لحماده طلبه بعيد عن النادي المصري، والكلام ده نزل على الفيس، ما اعرفش مين اللي صورني والله. فوصل للجهاز الفني، وصل للجهاز الفني، مش وصل. ما انا اقول لك لسه جاي لحضرتك في حاجه بقى مهمه جدا، ودي اللي زعلتني جدا جدا من النادي المصري بشكل كبير جدا. النادي اللي انا بحبه وكنت نفسي ابقى تواجد فيه وبكيت اللي انا ما كنتش فيه وانا رايح نادي اسمنت السويس، بكيت اللي انا ما كنتش موجود في النادي المصري. بس طبعا مش كل واحد انت بتحب حاجه تطلع توري للناس اللي انت بتحبها. انا ما بحبش الكلام ده، انا بحب الحب ده بيبقى جوه القلب يا كابتن. يعني بالنسبه لي انا مش لازم ابرر لك. فوجئت طبعا اللي انا وانا رايح التجمع لقيت كابتن محمود فايز وكابتن اسامه نبيم قابليني على البوابه بتاعه الفندق. الجواب ده مبعوث فيك، انت ما بتتمرنش مع الفرقه ليه؟ قلت له انا طلعت بره الماتش قبلها بيومين وفوجئت ان انا مش معاه في الماتش. قال لي لا، انت مبعوث في الجواب، اللي انت لعيب غير منضبط ولعيب منقطع عن التدريبات، وازاي تضمه للمنتخب. طبعا الجواب ده صدمني. لما انت جواب يطلع من النادي المصري ورئيس نادي المصري والمجلس كله، دي حاجه تحزن بالنسبه لي، حاجه تحزن. طب ايه الحقد وايه الحاجه اللي انا عملتها عشان توصلني لكده؟ ده مين اللي كان ماضي على الجواب؟ ماضي على طبعا عمر الجواب ده يا كابتن ما هيطلع الا بقرار من مين؟ من الجهاز الفني ومعتمد مجلس الاداره، وبيعتمد مجلس الاداره. يعني عمر ما واحد هيجي اداري يقول لك انا هاخد الجواب ده واديه للمنتخب. الجواب ده كان السبب، كان السبب والجواب معايا، وفوجئت الجواب انا شفته بعيني. والكلام ده كابتن اسامه نبيه وكابتن محمود فايز لو حضرتك بتتواصل معاهم سالهم، انا بقولش حاجه كدب، انا بقول كل حاجه بصراحه، والجواب بالفعل معايا، الفاكس معايا. طبعا لما رحت بقى المنتخب طبعا اتصدمت. طبعا صعب على اي مدرب يا كابتن اللي انت تبقى متواجد معاه وانت ما بتلعبش في ناديك ولا بتأدي مثلا ما بتلعبش ماتشات، بس لما تجيله يشوفك بواقف بدني صح وبتتمرن صح والكلام ده بيبقى مرعوب. عايز ياخدك وفي نفس الوقت يحب الاعلام والراي العام. انا شلت عنه الاحراج، انا رحت له قلت له يعني مستر كوبر ده من الناس اللي انا هفضل احبها مدى الحياه، زي مستر فيرير من انضف المدربين اللي اشتغلت معاهم. المدربين دول فيريرا وكوبر بصراحه ناس، بص المدرب الاجنبي في ميزه اللي هو حتى لو ما حبكش بس بيدي لك حقك، انما المدرب المصري بيحبه ويكره. خدها مني على يقين يا كابتن، المدرب المصري بيحبه ويكره. المدرب الاجنبي لا، ممكن يكرهك بس يدي لك حقك وتشتغل معاه، ما يجيش على حساب حقوقك، ما يجيش على حساب اهم حاجه بقى مصلحته، حقوقك مش موجود، مصلحته اهم حاجه، عاوز ينجح. طبعا قلت لمستر كوبر انا بشيل عنك الحرج، انت الحمد لله شايفني واقف بدني كويس جدا، بتمرن كويس جدا، حتى على ما اتذكر عمل تمرينه كمان في استاد القاهره كان مان تو مان، وكنت ماسك عبد الله السعيد، يعني انا كنت حاسس ان هو حابب اللي هو بيعمل اختبار لكام لاعب وانا من ضمنهم. لا الحمد لله لانه واقف صح، بتمرن قوي، ما فيش مشكله بالنسبه لي في اي حاجه. بس طبعا لما يحط لعيب ما بيلعبش وما شاركش طبعا الاعلام مش هيسيبه. الاعلام كان بيهاجمه بطريقه بشعه، وهو كان عنده الرد، يعني راجل ذكي جدا، عارف بيرد امتى وعارف بيجاوب امتى. حتى لما على ما اتذكر لما قالوا له طب انت ليه بتضم حماده طلبه وعندك باكات ليفت كتير، قال لهم طب ازاي هو راجل في الزمالك كل ما مدرب يجي بيلعبه، انا ليه ما ضموش؟ والحمد لله كان الرد الوحيد اللي انا اروح العب ماتش مباراه نيجيريا دي وادي بشكل كويس. هو عشان يخرج من القصه دي ومقتنع بيك، لكن هو النادي لما بعت فحطه في حرج طبعا، عشان كده خدك من غير ما تبقى في القائمه. من ايوه، اما انا جاي لك بقى كابتن في النقطه دي بقى. طبعا لما قلت له اما الراجل بصراحه كنت ساعتها كنت اطلع انا من كانوا احنا حوالي 28 لعيب او 27 لعيب، كان في بيخيروني بين لعيب ولعيب، كان حجازي عنده الخلفيه ساعتها، وهم جايبين عاوزين يجيبها له بطريقه حلوه، يعني اللي انت طلبه مش هتكون يعني هتبقى معانا
هتكون معانا ال 24 لو حجازي حصل له حاجه هتكون انت موجود. انا حاسس ان هي جايه بطريقه ايه شيك يعني انت مش موجود بس بطريقه شيك. الله ينور عليك. بس انا طبعا ايه طبعا صعب عليا ان انا كنت ارضى، بس لما شفت حب اللعيبه ليا ان انا اكون متواجد ومحمد صلاح بالاخص، محمد صلاح بالاخص كان مصر ان انا اكون موجود، يعني دي بالنسبه لي كانت حاجه كبيره جدا. وبيني وبينك يا كابتن انا حسبتها برضو، انت موجود في بتمثل بلدك، حتى لو انت مش موجود في القائمه انت بتمثل بلدك، موجود مع ناس بتحبها جدا، نفسك تكون متواجد في منتخب مصر. حسبتها حسبه تانية. هو ممكن وافقت انك تسافر وانت مش في القائمه. وافقت ان انا اسافر، كنت بتتمرن معاهم عادي بس ما يرضي الله. كابتن اقول برضو حاجه بما يرضي الله، مستر كوبر كان بيديني حقي تالت ومتلت حتى وانت بره القايمه، وانا بره القايمه المحاضرات بكون موجود، التمارين الاساسيه بكون موجود فيها. طب والمكافئات؟ المكافئات كنت باخدها برضو. والله العظيم يعني كابتن عصام الحضر عمل حاجه حلوه جدا جدا. كنا احنا طبعا 24 لعيب، كنا ال 24 لعيب بياخدوا زي بعض. الاربعه احنا اتفقنا واحنا قعدنا قبل البطوله وطلب من الناس اللي احنا ال 24 لعيب ياخدوا زي بعض. لو هو ده كان بياخد جنيه انا كنت باخد جنيه. يعني كانت بالنسبه لي حاسس ان انا مش غريب، حاسس ان انا موجود مع بيتي واسرتي. لا يعني حاجه بصراحه عمري ما انساها. وحتى احنا لما كنا في الجابون كابتن، يعني احنا كنا قاعدين في مش في فندق، قاعدين في فيلا كده. الفيلا كام اوضه، كنا ملمومين طول الوقت مع بعض. يعني عيلة مع بعض. انا ما كنتش حاسس ان انا موجود مش موجود في القايمه. طبعا فتره كوبر كانت فتره كويسه، ان احنا وصلنا فاينل ورحنا كاس عالم بعد كده. مدرب يا كابتن عبقري على ما اتذكر. برضه في حاجه ثانيه عشان ما انساهاش، فوجئت اللي احنا كل يوم كنا بنقعد مع بعض قبل كل ماتش. كان سعد سمير قال حاجه كده واحنا قاعدين، قال كل واحد يتمنى حاجه، ايه اللي انت عاوزه تتمناه قبل الماتش وايه اللي انت كنت عاوزه. طبعا كل واحد سال السؤال، انا سالت السؤال قلت له بصراحه انا كنت نفسي ابقى ايه موجود في القايمه، موجوده شارك موجوده. طبعا احزنني بقى اكتر حاجه لما احنا بنلعب النهائي ومش لاقيين حد يلعب. كنت انا قاعد بره بتفرج في المدرج، مفيش حد بنلعب اقل فرقه هي فرقه الكاميرون. بس عندنا لعيبه كتير مصابه، احمد فتحي كان مصاب، حجازي كان بيلعب وهو مصاب. طبعا قاعد بره انت بقى كابتن ايه متضايق خالص، متضايق وبتغلي. حتى مستر كوبر كنت حاسس ان هو عاوز يقول لي ايه مش كان تبقى معانا، تبقى معانا. حتى هو حظه وحش في النهائيات. قول لي بمناسبه كوبر والمنتخب والتحكيم، انت كنت قريب جدا منهم، كانت ازمه حسام غالي ليه؟ والله حسام غالي طبعا لعيب كبير ولعيب محترم، وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا طبعاً. جدا ولعيب قائد كويس، قائد كويس جدا 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 طبعاً. وعنده روح مش موجوده في حد، وشخصيه وكاريزما جدا يعني حاجه جميله جدا. حتى لما كنت جاي اتكلم معاه كنت طبعا احنا بنحب نفطر، نقوم نفطر الصبح، كنا حوالي 3 4 لعيبه اللي بنقوم من ضمنهم صلاح وانا وحسام غالي والحضري. كنت دايما قاعد كده تلاقيه قاعد كده عامل نفسه شخصيه كاريزما، ما بيتكلمش مع حد. حتى انا دايما كنت احب اقعد انكش في اسال بس هو شخصيه سبحان الله هي كده. الموقف اللي حصل مع مستر كوبر وحسام، اللي احنا كنا بنلعب مباراه نيجيريا. المباراه دي طبعا اللي هي كانت هناك، اللي هي فريق الانقاذ الشهير. مباراه كبيره جدا، بتلعب ناس يعني موزيس دوت، احمد موسى، كان من نيجيريا في وقتها، كان فرقه يعني منتخب قوي جدا جدا. وانا بالنسبه لي المباراه دي طبعا ليا وانا بلعب باك ليفت، كانت بالنسبه لي حاجه صعبه جدا. المباراه بقى الاجواء كابتن حاجه، الجو حر جدا، اللي بتلعب فرقه قويه جدا، الجمهور اخذونا لعبونا في ملعب رهيب جدا والجو حر. طبعا انا بتذكر كان تريزيجيه بيلعب قدامي، وقلت له تريزيجيه روح انت وانا هلعب زيك زي ما كهربا ما اعمل معاه في النادي، انا هدافع لك. طبعا لقيت احمد موسى ده لسه بيسنطروا الكره من ورايا، دي السبرنت رهيب، سرعته رهيبه. طبعا عملها مرتين، قلت ان شكلي ايه هبطل الماتش ده. طبعا رحت قلت له تريزيجيه انسى اللي انا قلته لك، معلش ودافع معايا. طبعا تريزيجيه من اللعيبه الجامده طبعا. جه اما ارجع لحسام غالي، حسام غالي بقى كابتن احنا الحمد لله كان حسام نزل في وقت كويس جدا جدا. كنا طبعا احنا خسرانين 1-0 والحمد لله عملت اللقطه بتاعت المباراه ديت، وحسام غالي نزل في التوقيت ده، نزل ديفندر. طبعا مستر كوبر من الناس اللي لو نفذتش كلامه مش هتشمها بالبلدي كده يعني.
استحسان في دي حاسم جدا جدا مدرب رهيب. يعني هو يقعد يقول لك انت الناس بتقول دفاعيا دفاعيا بس احنا عاوزين نعمل اللي احنا عاوزين المباراه ايه؟ عاوزين الثلاثه بونت، عاوزين نصعد. وهو فعلا كان بيعمل الكلام دوت، يعني راجل كويس جدا هو وكابتن محمود فايز. كاريزما بصراحه برضو الكابتن محمود ده حاجه رهيبه. نزل حسام غالي، نزل انتوا واقفين بتدافعوا ليه؟ اضغط، هاجم، مش عارف، قاعد يعمل حاجات الراجل مش عاوزها. والحمد لله بعد الموضوع ده لما بدا حسام يقول لنا اطلعوا الكلام ده ربنا وفقنا بالجون. سبحان الله. يعني انتوا عملتوا زي ما حسام طلب، حسام بقى يقول لنا اطلعوا، يعني اي لعيب في الملعب يلا طالع، مش عارف ايه، بدا يضغط ونضغط ضغط عالي والكلام ده وجبنا الجول. وربنا كرمنا بكره رمضان صبحي عم محمد صلاح اتعملت بعدها على طول. محمد صلاح رايح انفراد قام الحكم مصفر ان احنا ممكن نطلع المباراه دي 2-1. طب يعني كلام حسام غالي عمل حسام حماسه، يعني حسام من النوعيه اللي هي حماسيه جدا. بس ده ضايق كوبر، ضايق مستر كوبر بشكل كبير جدا. بس مستر كوبر كان بيحبه جدا والله، يعني من الناس اللي كانت بيحبها جدا، بس ما كانش فيه بينه وبينه اللي هي هو كان عنده فوق سوء تفاهم اللي الكابتن أسامة نبيه بيحب لعيبه الزمالك وما بيحبش لعيبه الاهلي. وده ما كانش صحيح والله، غير صحيح جدا. الكابتن اسامه من الناس النظيفه جدا، مدرب يعني عبقري. بعد الماتش مستر كوبر عمل ايه مع حسام؟ ما انا جالك في كلام بقى كابتن في العوده. الوقت بيجري مننا جدا والله. طيب 10 دقايق انا عندي حاجات كتير عاوز اقولها. انا بقالنا 10 دقايق. بص يا كابتن، طبعا احنا رجعنا المباراه اللي هنا كان حسام مشدود جدا بسبب الموقف اللي بقول لك معاه مع 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 كابتن اسامه. بدا ينفعل على اللعيبه، بدا يتحمس على اللعيبه، بدا يزعل لعمر جمال العب مش عارف ايه. بعد ما رجعته مصر، بعد ما رجعنا مصر كان هو رجع عصبي جدا. اسامه نبيل اللي هو ايه الموقف اللي جالك في كلامك يا كابتن؟ هو اتشد مع عمر جمال، قام الكابتن اسامه قال له مش عارف ايه، قال له انت مش عارف ايه، مشدوا مع بعض اللي هي شده الملعب دي. مسكوا في التمرين، يعني في التمرين كان هو ده الموقف اللي كان فيه المشاده. مسكوا بعض اللي هو زعيق يعني. لا مش ما فيش. عمر الكابتن اسامه برضه من الناس المحترمه، عمره ما هيقول لفظ ولا يمد ايده ولا الكلام ده. انا عارف يعني لغايه الموقف ده كان مستر كوبر نسي اللي عمله في ماتش نيجيريا. يعني تعداه، يعني عاتبه وخلصت. هو بيعدي الراجل ده، عنده الراجل ده كان بجد كان بيلم اللعيبه. كنا احنا دايما يعني اقصد بعد مباراه نيجيريا وعاتب حسام غالي، ما عاتبوش خالص اصلا ولا اي حاجه حصلت. هو الموقف اللي حصل في المباراه اللي هي ايه في مصر، أوكي. الموقف بتاع الكابتن اسامه بس، ولا في اي حاجه. طب حصل ايه بعديها بقى؟ ما حصلش اي حاجه. الموضوع الكابتن اسامه شد مع حسام اللي بلاش مثلا تقول كذا مش عارف ايه، الشده الطبيعيه جدا. انما هو كان واصل للكابتن حسام اللي انت ايه في بين الحب الاهلي والزمالك، وما كانش في الكلام ده خالص. احنا كلنا كنا مع بعض. يعني الشده دي خلت كوبر يستبعد حسام غالي بعد كده؟ ما اعرفش بقى ايه يا كابتن حته الاستبعاد والله، اللي هو الابتعاد عن المنتخب ما اعرفش كان ايه السبب. بس هو بقول لك الموقف اللي حصل، انما دي بقى حاجات فنيه انا ما اقدرش ان انا اقولها ولا اتكلم فيها. انما على مستوى الفني بالكابتن حسام، لا حاجه مشرفه وحاجه محترمه طبعا. حسام غالي لا حاجه ما شاء الله، كاريزما طيب. محترمه. احنا لازم ندخل لماتش مصر والاردن. انا بقى انا بالي خد بالك كام 6-7 دقايق. انت الوقت جميل معاك يا كابتن. انا بقول لك عشان انا بحب اقعد قاعده، يعني هي يعني فيها ود اكتر من احنا قاعدين قدام الشاشه. اكيد يعني. طبعا اكيد. فهرجع لك بعد اللقاء ده، هنشوفه مع حاتم عقل لاعب منتخب الاردن السابق بيتكلم عن مباراه مصر والاردن اللي هتتلعب يوم السبت. وبعدين نرجع نتكلم بقى عن قصه حسام حسن سريعا، لان حسام نجم كبير وانت جداً. كنت نجم كبير في وانت بتلعب معاه المفروض، يعني وقت ما رحت النادي المصري يعني. وبعدين نعلق على مباراه مصر والاردن، وبعدين نسلم على بعض ونمشي. يا كابتن نفسي اقعد معاك لغايه الفتره. نتابع اللقاء ونرجع تاني. على الجميع بالنسبه لمباراه الاردن ومصر، ان شاء الله نشوف مباراه حلوه تلتقي بالمستوى المطلوب. احنا شفنا المنتخب الاردني، يعني الشارع الرياضي الاردني ما كان راضي على المنتخب في الثلاث مباريات الاخيره اللي لعبها. نتمنى انه مباراته مع مصر يكون الفريق على قدر المسؤوليه ويقدم اللي المعروف عنه. المنتخب الاردني معروف عنه انه عنده روح قويه في البطولات وفي المباريات، وما بحسب حساب لاي فريق. منتخب مصر منتخب قوي، منتخب جاهز، منتخب يضم لاعبين على مستوى عالي. احنا
شفنا مبارياتهم ثلاث أدى المنتخب المصري في ثلاث مباريات أداء ممتاز، وكانوا يعني فريق لا يستهان فيه. نتمنى أن نشوف مباراة حلوة بين الفريقين ترتقي للمستوى المطلوب، ونقول مبروك للي يفوز وهاردك للخسران بإذن الله. بتمنى التوفيق للجميع. بالنسبة للتشكيل المتوقع، بتوقع أنه الكابتن عدنان محمد غير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 3-4-3 مع الحفاظ على منطقة الوسط ويزيد في العدد في الوسط. بتوقع المباراة تكون قوية من الجانبين، والأردن ما راح يكون يعني الخصم السهل في المباراة، أحط للشباب اللي عندهم. بتوقع النتيجة يعني تنحسم مصلحة المنتخب المصري، بس مش فارق كبير يعني، أتوقعها يعني 1-0 أو 2-1. احنا هنحتاج بقى نتكلم عن ماتش مصر الأردن سريعا قبل ما نختم، لكن قصتك مع حسام حسن، أولا أنتوا الاثنين مفيش شعر يعني فدماغكم ناشفة زي بعض. كابتن حسام نجم كبير جدا وعظيم جدا ومدرب كبير طبعا ومثل أعلى أكيد لكل لعيب، لغاية ما التقيت بيه وهو كان عايزك، لكن كلنا فوجئنا أن العلاقة طول الوقت متوترة، وصلت لجواب ولا فاكس بيروح للمنتخب، إيه السر؟ بص يا كابتن، أنا أختصر لك الموضوع عشان الموضوع ده اتكلمت أكتر من مرة فيه، وأنا مش حابب أتكلم على كابتن حسام بحاجة مش حلوة. أنا بحب الراجل ده جدا، الراجل ده كان قريب من لعبي، من روحي في الملعب، الكلام دوت كان دايما بحب ده فيه. وهو حتى أنت قال لي أنت نفس الروح بتاعتي والكلام دوت. الكابتن حسام لما جه مسكنا في نادي الزمالك كان ليه فضل كبير عليا جدا مش هقدر أنساه. كان بيخيروني بين صلاح سليمان وحمادة طلبة من اللي يقعد، كان هو السبب اللي أنا أكون متواجد، يعني هو السبب اللي أنا أكون موجود في نادي الزمالك وأدي بشكل كويس جدا جدا مع نادي الزمالك. كان هو اللي بيسلمني وإحنا في كنا بنتكرم من جريدة كده وشوشة حاجة زي كده، وقال لي خليك زي ما أنت ماشي، وهو اللي كرمني وأنا كنت بستلم أحسن باك ليفت في مصر وأنا مش باك ليفت. يعني الراجل ليه فضل عليا عمري ما السر يعني. ما أنا هاجي لك في الكلام يا كابتن. أنا الراجل مفيش بينه وبيني أي حاجة. أنا لما رحت النادي المصري لقيت المعاملة ديت، وهفضل احب الكابتن مصطفى كابتن حسام على المستوى الشخصي. بس اكيد فيها سر. ما انا جالك كابتن اهو، احب الكابتن حسام مستوى شخصي، كان كمثل اعلى كبشوفه كلاعب وراجل محترم جدا، وكنت بتمنى ان انا اقابل الكابتن حسام حسن، والحمد لله اللي انا اتمرنت تحت ايده وكان السبب اللي انا اكون موجود واسمع حاجه طوبه. انت ما قلتش السر. ما انا اقول لك انا مش عاوز اتكلم في حاجات يا كابتن والله تجرح في شخص. انا كابتن حسام زي بقول لك، هو الموقف اللي حصل معايا في النادي المصري موقف غريب جدا لغايه دي النهارده. ملوش سبب؟ والله ما ليه اي سبب. هو كل سببه اللي انا كنت باجي النادي المصري ما بتمرنش، ظهري وجعني، فوجئت اللي انا عامل عمليه في ظهري في غضروف، وانا عمري ما عملت الحمد لله بفضل ربنا عليا عمري ما عملت عمليه. بفضل لا يعني الله. الكابتن حسام بيقول لك كده انت عامل عمليه في ظهرك؟ مش بيقول لي انت بتشتكي من ظهرك كتير، فوجئت اللي فيه مدرب معاه، وانا يعني انا من النوعيات اللي بروح اركب سوبر جيت وباجي من بورسعيد، بس جالك في النقطه دي يا كابتن. فوجئت بالسايس بيكلمني، انت بيسال المدرب انت ازاي تمشي حماده طلبه، قال له ده عامل عمليه في ظهره جامده ومركب شريحه ومركب حاجات. حتى انا قعدت اضحك ووريت الراجل قلت له فين الشرايح فين، حاجات كده كانت بتتقال عليا انا من الحمد لله مش فيها خالص. بقول لك يا كابتن بفضل ربنا عليا عمري ما عملت عمليه وبفضل الله ولغايه النهارده الحمد لله واقف على رجلي. لكن انت ظلت كان كل التقدير لكابتن حسين. طبعا انا بعشقه. انا بقى لي دقيقه. ماشي اتفضل يا كابتن. انت عندك الدقيقه دي الوقت بيجري جدا والله غريب جدا. عندك الدقيقه دي، قول لي انطباعك عن مباراه مصر والاردن. والله طبعا خلينا نتكلم الاول يا كابتن في المنتخب. مش الاول، احنا عايزين الاول والاخر مع بعض. والله طيب خلينا نبدا بالحاجه الكويسه. الشوط الثاني بتاع الجزائر الشوط الثاني لما الراجل لعب صح ادينا بشكل صح. لما بنجاح ده طلع من المباراه ريح خط ظهر منتخب مصر بشكل كبير جدا. لو كان موجود كان هيتعب منتخب مصر. لما الراجل فكر في مهند لاشين
اشتغل صح. لما فكر في ايمن اشرف في الاول كان شغال غلط. ايمن اشرف ما لعبش ديفندر. انت عندك واحد زي دوت موجود ليه ما لعبوش من بدايه المباراه؟ عندك موجود مين بره؟ عندك قفشه لازم يكون موجود. اعرفش قفشه كان مصاب ولا كان سليم، بس قفشه من الناس اللي مصاب في ماتش الجزائر. يعني بغض النظر عن ده، بس فيصل ده بيأدي الدور بتاعه، كان بيأدي بشكل كويس جدا جدا. انما الراجل بدا المباراه بشكل خاطئ جدا. التشكيل ما كانش عاجبني خالص خالص. كنا احنا طبعا منتخب الجزائر كان بيلعب بروح عاليه جدا. الماتش ده كان فيه شحنه كبيره جدا جدا بين المنتخبين. انت عارف المباراه ديت بتبقى مباراه فيها ند بين المنتخبين. انما خلينا نقول المنتخب الشوط الثاني عمل مباراه كبيره، ادى بشكل كويس جدا، عنده الروح، عنده الاصرار اللي هو يتعادل ويكسب. انما لو كان المنتخب الجزائري وقع بدني بشكل كبير جدا الشوط الثاني، ما قدرش احنا نستغل وده فرق معانا. وده فرق معانا. نختم بس 30 ثانيه، قول التشكيل من وجهه نظرك. التشكيل انا الشناوي، ايش الشناوي عندك اكرم رايت مكان اكرم انذارين. اكرم انذارين، يعني عمر كمال انا مش هقدر اقول لك هو الوحيد اللي موجود دلوقتي في المكان ده. مش هقدر اقول لك عمر كمال هيأدي الدور اللي بيأديه مين. اكرم عشان اكرم بيبقى هو الاقرب خلاص. عمر جرام هو في الحته دي، عمر وفتوح. وعندك حجازي طبعا مصاب. ياسين ده لعب كويس جدا ولعب عنده يعني ياسين جنب الونش. جنب الونش الاثنين لعيبه كويسه جدا. نص الملعب عندك حمدي فتحي والصلاه، ده اكيد دول اكيد اللي تلتهم. دول مين تلتهم؟ انا شايف قفشه لازم يكون موجود. لو قفشه لو هو سليم لازم يكون موجود. هو اللي بيربط بين نص الملعب والحته الهجوميه. لعيب بيتحرك كويس، بينزل يستلم بشكل كويس جدا. الطرفين فيصل موجود. عندك نفسي يدي لاحمد رفعت. انا احمد رفعت لازم تديله الثقه. خلي بالك المنتخب يعني شريف، شريف ممكن شريف بيحطه طرف يا كابتن، وبيحط مروان على اساس لو هو حب يغير بيطلع شريف ويرجع. ابو زيزو مصطفى فتحي، مصطفى لازم يكون له دور كبير مع المنتخب بس كتبديله. كتبديله مصطفى انا ما بحبوش يبدا. الناس كلها بتبقى عداله. انما مصطفى لما بينزل بيبقى كويس، بيعمل فارق، بيعمل فارق. زيزو طبعا لعيب كبير ما ينفعش يبدا. يعني شايفه يبدا، انا عاوز يبدا بزيزو ويبدا بشريف ويبدا بمروان. اوكي. وقفشه يلعب تحت الاثنين، يلعب رقم 10. وعندك السوليه وعندك حمدي فتحي ان شاء الله باذن الله نقدر. خلي بالك منتخب الاردن منتخب كويس، ما حدش يستهون بيه. شفت طفل كده بيتكلم باصرار وحماس والكلام ده، هو منتخب عنده حماس زينا. هي الدول العربيه كلها دايما بتبقى بتلعب بحماس والكلام ده، بتبقى ماتشاتنا مع بعض ماتشات فيها حماس. انا متوقع فوز منتخب مصر ان شاء الله باذن الله. انا متوقع ان المنتخب ان شاء الله ياخد البطوله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك كابتن حماده. انا سعيد جدا باللقاء. انا سعيد بيك يا كابتن. ان شاء الله نلتقي في يعني في اوقات تبقى اطول من كده ان شاء الله. انا سعيد جدا. انا سعيد جدا ان انا اول مره اطلع مع حضرتك، وحاسس ان انا بتكلم بارتاحيه والله. من يعني بتكلم مع اخويا والله العظيم يا كابتن. ربنا يخليك يا سياده النائب، وان شاء الله كده باذن الله مش اول مره. اشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك كابتن حماده طلبه، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري الاسبق. احنا طبعا جمعه وسبت اجازه، هنلتقي يوم الاحد ان شاء الله بمشيئه الساعه 11 مساء في بوكس تو بوكس. دلوقتي قبل الختام هتتابعوا تقرير عن الجمهور اللي كان قاعد، اللي بيعشق برشلونه وبيقعد بيشوف خيبه برشلونه في مباراه بايرن ميونخ اللي خسروها امبارح 3-0، واللي اطاحت ببرشلونه من دوري ابطال اوروبا من الادوار الاقصائيه وبينتقل للدوري الاوروبي. نتابع التقرير ثم نلتقي يوم الاحد ان شاء الله. الى اللقاء. تجمعوا من أجل برشلونة. رحيل ميسي لم يمنعهم من المساندة للبلاوغرانا، ورغم بعد المسافات التقت مشاعرهم في مكان واحد رغم الأجواء الباردة بأحد مقاهي مدينة نصر بالقاهرة للهتاف بصوت عال للفريق الكتالوني. كاربتا بدأنا في 2013 كمجموعة شباب على الفيس بس عارفين بعضهم. فعليا نزلنا نتجمع ونعمل تجمعات ونشوف بعض ونبقى مع بعض وكده. في اواخر موسم 2014 اتجمعنا وبقينا عددنا وصل 800، ويعني مثلا نهائي برلين بتاع 2015 يوفنتوس كنا عددنا فوق 1000 واحد في التجمع. يعني ميسي يعني القاعده الجماهيريه او الشريحه الكبيره اللي موجوده دلوقتي من جماهير برشلونه 90% بسببها اتعلق بالفريق بخصوص وجود ميسي في برشلونه. بس مش معنى كده ان الفريق مجرد ما ميسي يخرج الفريق خلاص، لا. يعني احنا من عملنا بعد ميسي ما خرج ليميت 5 تجمعات.
العدد زي ما هو. فلحد 2016 كنا بنتواصل مع النادي، قالوا لنا بالفعل في واحد تواصل، بدا هو اللي يجيب لنا العضويات وبدا هو اللي يتواصل مع النادي، وهو معترف بينا ولينا بوابه هناك في الكامب نو باسمنا كايرو فان. انا عرفت الرابطه بالظبط في 2015 بالظبط، انا كنت ثالثه اعدادي وكنت نزلت، كان اول ماتش احضره السوبر الاسباني بين برشلونه واتلتيك بلباو، بس دخلت الجروب الرابطه على الفيسبوك بالظبط بعديها بسنتين في 2017، كان ساعه الكلاسيكو بتاع 3-2 لو تفتكر، اللي هو اللي ميسي خلصه في اخر دقيقه دي، وابتديت ان انا انزل بوستات، وابتديت عرفت يعني ايه رابطه وان الناس هنا بتشجع فريق واحد، فريق برشلونه، بس احنا ورا الفريق علشان هو ده الفريق اللي احنا بنشجعه من واحنا صغيرين وكل حاجه، فمش هنيجي في الوقت الصعب ونسيب الفريق. بالنسبه للرابطه احنا كلنا اخوات هنا، فاهمني يعني، كلنا اخوات ومشاعر واحده زي ما قلت لك، خساره بنزعل مع بعض، فوز بنفرح مع بعض. فلما تلاقي مثلا مجموعه بتشجع حاجه انت منتمي ليها فبيبقى احسن بكتير. انا اساسا من المنيا، وجيت من المنيا يوم صد رد عشان اتفرج على الماتش بس وسط الناس، عشان الواحد بيفرح لما بيجي هنا اصلا، يعني في جو هنا بصراحه. مفيش ميول عموما لاي فريق في حياتي غير لبرشلونه. الناس هنا في وقت ما بيبقى في ماتش برشلونه محدش بيتكلم غير على برشلونه، مفيش كلام خارج السياق بتاع برشلونه في الجروب يعني عموما وفي الرابطه. تجمعوا من اجل مشاهده برشلونه في دوري ابطال اوروبا وليالي الشتاء الباردة. نادر شبانة، بوكس تو بوكس، اي تي سي.